مرحبا بحضراتكم في البيت الكبير. في فقرتنا الحواريه دي هنتكلم فيها عن كل حاجه تخص النادي الاهلي في كافه الملفات، سواء الملف الانشائي، التسويقي، الرياضي، الكروي والاجتماعي. علشان كده فقرتنا النهارده مختلفه تماما، اعتقد ان هي هتهم كل اهلاوي عاشق للنادي الاهلي. هتطمنوا من خلال الفقره دي على نادينا، هتعرفوا كمان كميه الصعاب او التحديات اللي انجزها او بينجزها في الوقت الحالي مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. ضيفنا النهارده في البيت الكبير الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اللي برحب بيه ومنور بيته البيت الكبير. استاذ طارق منورنا. الله يخليك، منورنا في البيت الكبير جداً. انت مش غريب، واحد من العيله زي ما بنقول. منورنا في البيت الكبير، وزي ما قالت سهام ان شاء الله تكون الحلقه الناس تستفيد منها. التحديات الكتيره جدا والملفات الكتيره جدا اللي على ترابيزه مجلس اداره النادي الاهلي وحضرتك عضو موجود فيها، ان شاء الله تطمن الناس وتقول مستقبل النادي رايح فين واحنا واقفين فين. ودايما بنقول ان النادي الاهلي هي منظومه نجاح. قبل ما اتكلم مع حضرتك في ملفات كتيره جدا، معانا تقرير النادي الاهلي منظومه نجاح. الأهلي منظومة نجاح منذ اللحظات الأولى التي تسلم فيها كابتن محمود الخطيب ورفاقه في مجلس الإدارة دفة قيادة الأمور بالنادي، بعد أن منحتهم الجمعية العمومية كامل الثقة في الانتخابات الأخيرة. كان شعار المجلس ولا يزال طموحات الأهلي على قدر عائلة الأهلي بما تضمه من أعضاء وجماهير وعشاق في كل مكان. ومنذ اليوم الأول لتسلم المهمة الإدارية لنادي القرن كان فريق العمل كخلية نحل، كل يعي دوره بنظام دقيق. وما بين ملفات إنشائية وأخرى تطويرية ودراسات مستقبلية توازيا مع الملفات الرياضية وخصوصا الكروية، دارت رحى العمل الدؤوب دون ما توقف، فانبثقت اللجان وتوزعت الأدوار تحت مظلة الأهلي فوق الجميع. أنكر الكل ذاته وأعلى شأن الأهلي وفقط. لجان في خدمة الأعضاء اجتماعيا وثقافيا ودينيا ورياضيا، وأخرى واصلت حركة التطوير الشاملة في مقار النادي الثلاثة، وثالثة تنهي مشروع استاد الأهلي وي السلام كأحد أحلام الجماهير العريضة، الذي لن يكتمل إلا ببدء العمل الفعلي في استاد الأهلي الكبير بالشيخ زايد ليبزغ فجر الحلم الأكبر، وهو ما تتواصل الدراسات بشأنه بكل قوة. هذا تواكبا مع وثبة جديدة وتاريخية وغير مسبوقة لقناة الأهلي في ثوبها الجديد بشكل ومحتوى إعلامي يرتقي بالرسالة الإعلامية الرياضية إلى الصورة التي يجب أن تكون، بعيدا كل البعد عن الابتزال وركاكة المضمون وأحادية الفكر وفردية الظهور وتطرف المفردات وتدني المحتوى وتصدير مشاهد الثرثرة. لجان أخرى واصلت الليل بالنهار للانتهاء من مشروع شركات الأهلي المساهمة على نطاقاتها الثلاث: شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة استاد الأهلي، وشركة الأهلي للسياحة والخدمات. كل هذا بقافلة تسير بكل نجاح جنبا إلى جنب مع القافلة الرياضية التي تشق دروب الإنجازات بكل فخر وزهو على مستوى اللعبات الفردية والجماعية، ما يحفظ مكان ومكانة الأهلي في صدارة المشهد دائما وبكل جدارة واستحقاق. ثم تبقى مسيرة الأهلي الكروية التي تحظى بالاهتمام الأكبر من الملايين من عشاق الأهلي في كل ربوع العالم، تبقى محط اهتمام خاص للغاية من مجلس إدارة النادي بقيادة كابتن محمود الخطيب. فتجاوز الأهلي كل التحديات وحصد بطولة الدوري للمرة الرابعة على التوالي، محققا أرقاما قياسية غير مسبوقة جماعية للفريق ككل
وفردية على مستوى اللاعبين الذين يتقدمهم محمد الشناوي في موسم للتاريخ. ووصل الفريق إلى قبل نهائي دور الأبطال بعين النسر الأهلاوي المتجه بقوة نحو البطولة مهما كانت صعوبة الظروف وحساسية الملابسات. وكعادته انتصر مجلس الأهلي لقيم ومبادئ النادي وأخلاقياته، فكان الحزم والحسم في التعامل مع كل الملفات الداخلية، ثم كان الحسم والحزم الأكبر في مواجهة أي محاولة من شأنها الإجهاز على رموز الأهلي وثوابته. لم يغض المجلس الطرف ولم يؤثر الصمت، بل واجه بكل صرامة مطالبا كافة الجهات المختصة بضرورة وضع نقاط الانضباط فوق حروف الأخلاق ترسيخا لثوابت الرياضة وأخلاقياتها، رافضا انفلات الزمام من أي شخص كان، رافعا شعار لا تراجع أبدا أمام أي تجاوز مهما كان حجمه وأيا كان مصدره. عجلة عمل تدور على كافة الأصعدة دون توقف، وإذا كان الأمس يشهد بفكرة واليوم يؤكدها واقع، فإن غدا به الكثير والكثير، فالحلم الأهلاوي حتما بلا حدود. عن مزيد الملامح في هذا الحلم الكبير وكيف بدأت المسيرة وكيف سيكون مسير المحاسب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، يكشف الستار عن رحلة نجاح تمت في صمت كبير ولا يزال بها كثير التفاصيل في هذا الحوار المرتقب على شاشة الأهلي. رجعنا مع حضراتكم تاني، والاستاذ طارق منورنا في البيت الكبير يا استاذ طارق. وزي ما شفنا في التقرير نجاحات ما شاء الله على مستوى كبير جدا، ولكن قبل ما نتكلم عن النجاحات والملفات والتحديات خلينا اتكلم مع حضرتك، نرجع ورا شويه مع بدايه الانتخابات، وخلينا اقول لحضرتك كان من حاجه محترمه جدا جدا، يمكن حتى الاعلام ما سلطش الضوء عليها بشكل كبير، وان حضراتكم او القايمه عرضت برنامج انتخابي مكتوب ما بين قوسين مكتوب، وده أول مرة تحصل في تاريخ الأندية. ده بيدل كمان على احترامكم للأعضاء الجمعية العمومية، ويكون في لأول مرة في تاريخ النادي أو حتى في تاريخ الأندية أن يكون في برنامج انتخابي مكتوب. طبعا أنا بشكركم على الاستضافة دي، وبشرف في قناة الأهلي بعد التطوير الجميل اللي حاصل فيها، وإن شاء الله أفضل وأفضل. يعني بداية من أول ما كابتن محمود الخطيب قرر يدخل الانتخابات واختار قائمته، حتى في اختيار القائمة كان في مجموعة معطيات كان حطها كابتن محمود، وكنا مجموعة كبيرة، وبعدين انحصرت في الآخر في الأسماء اللي نزلت الانتخابات. كان في إصرار على وجود برنامج انتخابي مكتوب، وده الأول مرة في تاريخ مجالس إدارات الأندية يعني في انتخابات ان ينزل حد ببرنامج انتخابي مكتوب. البرنامج ده وقتها يمكن في كل عنصر فيه كان فيه مجموعة، يعني حك لو كنت روحت وقتها مثلا عند المقر الانتخابي الكابتن محمود الخطيب كان دايما كل عنصر من قبل ما يكتب بند فيهم في عناصر البرنامج الانتخابي كان بيكون قاعد مع المختصين في كل مجال. لو قصة متعلقة بالعاملين والمختصين في الجزء ده، لو قصة متعلقة بالاستثمار الرياضي مع المختصين في كل نواحي البرنامج. الإنشاءات طبعا خدت مجهود كبير جدا برضو عشان توصل بالنادي الأهلي للمكانة اللي بيتمناها أعضاء وجماهير. ده كل ده تحضير البرنامج الانتخابي المكتوب، يعني عشان يبقى برنامج واقعي مش مجرد. وبعدين هي فكرة برنامج مكتوب كمان هي بتلقي إلزام علينا، صحيح يعني مسؤولية إلزام علينا. صحيح. مسؤولية خلاص، لأن بفضل ربنا يعني الحمد لله احنا تقريبا انتهينا من حوالي 98% من البرنامج ده، من البرنامج نفسه، برنامج عائلة الأهلي. وكان مفهوم عائلة الأهلي وقتها برضو مفهوم جميل، ان عائلة الأهلي هي عبارة عن العاملين بيه والأعضاء والجماهير وكل ما يمت بصلة للنادي الأهلي فهو جزء من عائلة الأهلي. جزء من عائلة الأهلي. فكان مفهوم جديد، ده بيزيد كل العناصر المرتبطة بالنادي بيزيدها ارتباط، وفي نفس الوقت بيلقى عليك كمسؤولية كمجلس إدارة
ان قدامك مهمه ثقيله لازم تحققها. طبعا هو بيحصل في خلال كلنا عارفين يعني مواضيع اما يكون في برنامج محطوط مش معقول انت في الفتره كلها اللي انت بتقضيها كمجلس اداره هو ده بس اللي بيصادفك يعني بتكون مجموعه تحديات كبيره جدا تانية غير اللي مكتوب في البرنامج بيصادفوك يعني صحيح. والحمد لله بفضل ربنا بمنتهى الهدوء المجلس بيتعامل ليه قلنا ليه قلنا ان في التقرير ان حوار مرتقب لانه الاهلي في الفتره اللي فاتت كان يعني بيحصروا اخبار كتيره جدا ومشكلات كتيره جدا والحقيقه يعني عايز اتكلم عن من ضمن المشكلات او التحديات دي طبعا ملف الكوره هنرجع له بالتفصيل لانه ملف كل الناس منتظره التحديات الكتيره قوي او الكبيره اللي كانت بتواجه النادي الاهلي ما كانتش سهله كمان مش بس على قد يعني كترها النهارده كمان كان من ضمن التحديات ديت لائحه وضعتها أعضاء الجمعية العمومية وكتبت بالصياغة أو اتصنعت من قبل الجمعية العمومية لما يخدم صالح النادي الأهلي. كلمنا عن هذا التحدي أستاذ طارق. طبعا هو تعليق على كلام حضرتك بالنسبة للتحديات أو المشكلات أو الحاجات اللي هي بتواجه ده طبيعي إن النادي الأهلي ده الحمد لله يعني أكبر نادي في الشرق الأوسط يعني من أكبر الأندية الموجودة في الشرق الأوسط أكبر نادي عربي فبالتالي لازم يكون دايما قدامك تحديات كتيرة ده طبيعي يعني. هو الأهم إن هو دايما تكون شخصية الأهلي موجودة صحيح. شخصية الأهلي دي حاجة هي مش شعار برضو هي مكونات معينة بنلتزم بيها كلنا على مدار العصور. شخصية النادي الأهلي هي انضباط سلوكيات معهم فكر البطولة بس بيتقدم كلمة الأهلي فوق الجميع مش طول عمرنا بنقول الأهلي فوق الجميع اللي هو الأهلي فوق جميع أبنائه لو تعارضت مصلحة الشخصية مع مصلحة النادي الأهلي فالأولى هي مصلحة النادي الأهلي صح. وفي تاريخ النادي كله في مواقف كلنا وكابتن هاني طبعا عارف بتدلل على ده بنقعد بنستشهد بيها يعني. احنا لغايه دلوقتي السنه اللي فاتت كان في زي ما بنحكي في الثمانينات كابتن حسن حمدي خد قرار 18 لعيب قبل ماتش مهم ماتش الزمالك كابتن وقف وبنحكي القصه دي حفاظا وما همهمش وقتها موضوع نتيجه الماتش الاول هو انضباط وكسبت الانضباط وكسبت البطوله. السنة اللي فاتت كابتن محمود الخطيب وصل له من المشرف على بعثة تنس الطاولة ان في اتنين من ولادنا في النادي عملوا حاجات مخالفات يعني فكان مفترض يقع لهم جزاء حاجة تخرج عن روح النادي الاهلي عن شخصية الاهلي. كابتن محمود الخطيب خد قرار على طول مباشرة بان هم يتم ترحيل يرجعوا تاني القاهرة يرجعوا مصر تاني. ما هو ده استاذ طارق كان عندنا بطولة مهمة والماتشات شغالة وما كانش في المقام الاول انك تكسب، المقام الاول هو الانضباط صحيح اللي هي ما زلت مصر عمرها ما كانت شعار في تاريخ النادي الاهلي صحيح وكسبت البطوله برضه صحيح لان هو في النهايه هو التحضير مع الاخلاص مع روح الفانيلا الحمراء، احنا حتى كنا مسمين البرنامج تحته كده كنا كاتبين مجلس بروح الفانيلا أيوه. الحمراء اللي هي بتعني كتير جدا شخصيه النادي الاهلي جواها شخصيتك كمان كعضو مجلس اداره النادي الاهلي ان في بتفرض عليك التزامات وواجبات اتجاه النادي الاهلي صحيح عضو مجلس اداره النادي الاهلي بالنسبه لنا هو اراؤه كلها نختلف جوه مجلس الاداره ده طبيعي جدا طبيعي ده حاجه صحيه انما في النهايه بيخرج كل اعضاء مجلس الاداره على قلب راجل واحد في اي قرار النادي المجلس بيتخذه البعد عن اي مهاترات هي دي شخصيه النادي الاهلي ايا يكون المهاترات من اي نوع تلفظ غيره والكلام ده انت بتعمل ايه الطرق القانونيه والشرعيه وبتصر عليها صحيح. انما غير كده ما بتدخلش في اي متاهات تقلل من قدر النادي الاهلي ده حقيقي ده حقيقي وده من خلال حاجات كتير جدا ملفات وازاي حلتوها ومجلس الاداره تحدى ملفات كتيره جدا ودايما كنت بقول عنصر الوقت كمان مهم جدا ازاي تطلع بقرار في الوقت دوت ده كمان مهم هنيجي لكل دوت لكن خلينا في حضرتك كنت بتتكلم على شيء مهم جدا هي اللائحه الخاصه ان يكون في لائحه خاصه للنادي الاهلي وده بيقع مسؤوليه على حضرتك واعضاء الجمعيه العموميه كمان جزء من هذا السياق وبيحطوا ازاي ممكن اعضاء الجمعيه العموميه كانوا بيحطوا البرنامج او بيحطوا اللائحه الخاصه بيهم داخل النادي الاهلي. بص حضرتك برضو هو بدايه من يعني ايام الانتخابات كان في وعد قطعه الكابتن محمود الخطيب
والقائمة طبعا بالتالي، ان اول حاجة تكون قبل ما تنتهي السنة يكون لائحة النادي الاهلي وضعت، لانها كان بيحكمنا لائحة الاسترشادية، وكان لا يليق بالنادي الاهلي ان هو يديره لائحة استرشادية. اول لائحة في تاريخ النادي الاهلي وضعها ابنائه كان في 1908، دي اول لائحة. بعدها كل اللوائح على مدار تاريخ النادي الاهلي كانت بتضعها الجهة الادارية، لوائح الجهه الاداريه والقانون كان بينزل مش الاعضاء الوزير، لا على مستوى كل الانديه الوزير كان بينزل اللائحه. فانت جالك القانون الجديد اللي هو قال لك ممكن يا تمشي باللائحه الاسترشاديه يا تعمل جمعيه قوميه بس بشرط عدد معين لاكتمالها، وبناء عليها تقر لائحتك الخاصه بيها. كانت محتاجه يعني شغل جامد طبعا، وبدات الاول بمسوده عكف عليها القانونيين، بس كان عباره عن مسوده ان هي نشوف اراء الجمعيه العموميه الفيدباك بتاعهم. وعرضت يعني من الجميل ان المسوده دي عرضت بخطاب موقع من كابتن محمود الخطيب على مفكرين ومثقفين ويعني يعني رموز جوه المجتمع اصلا هو قبل بارائهم، لان احنا بنعتبر لائحه النادي الاهلي ده قانون النادي الاهلي صحيح، اللي هو من حق القاعده العريضه في مصر انها تدلب دلوها فيه. فكان في مسوده مسوده عرضت بالظبط عرضت على القانونيين والاستشاريين الكبار. لا مسوده هو وضعها قانون ومسوده الاول عرضناها احنا على الجمعيه العموميه وعلى الراي العام. المسوده دي يبدو رايهم فيها مع المسوده دي عملنا مجموعه ورش عمل كتيره جدا، ورش عمل مرأة ومثقفين فنانين ادباء جميع الوان الطيف من المجتمع اتعملت جوه مقرات النادي الاهلي. ورش العمل دي خرجنا منها بنقاط كتير، تلقينا اقتراحات من يمكن يتجاوز 500 اقتراح تقريبا، ممكن اقتراحاتك من كمان الأعضاء. كانت بره الصندوق يعني، ممكن اقتراحات خرجت من الجمعيه العموميه ممكن ما تكونش موجوده او مطروحه، وبالتالي كان في استفاده كمان ان الجمعيه العموميه كل ليها راي في اللائحه بتاعتها يعني. فده اللي حصل في طريقه الخريطه الطريقه بتاعت اللائحه نفسها. شارك طبعا في يعني كان ليا الشرف من اعضاء مجلس الوزراء اللي كنت موجود في لجنه اعداد اللائحه، كان موجود قامه من القانونيين في مصر طبعا عكفوا على الكلام ده. الحمد لله خرجت في النهايه لائحه تليق بالنادي الاهلي، اكتملت الجمعيه العموميه النصاب اللي هو المفترض حدوثه، وكانت سعاده بالنسبه لينا غير طبيعيه. ودي ثاني لائحه في تاريخ النادي الاهلي يضعها ابنائه، وضع ابناء بقى مش مجرد بس ان هو الطبيعي بتاع اي لائحه في اي نادي ان هو بينزل لائحه جمعيه يوميه وافق او مفيش. يعني احنا اصرنا على ان احنا خدنا كل المراحل اللي هي نضمن انها بتمثل وبتعبر عن الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ده شيء مهم جدا، وهناخد من اللائحه ديت يا ابرز ما فيها ان ازاي اللائحه ديت بتضمن مستقبل النادي الاهلي على خاصة المستوى الاستثماري. احنا بنتكلم دايما وحضرتك عارف ان خلاص الرياضة وخاصة كرة القدم بقت نوع كبير من الانفستمنت، واللي معاه فلوس والشغل الانفستمنت والاستثمار موجود بشكل كبير في النادي الاهلي او في الكورة بشكل عام. ايه اللي يضمن من خلال اللائحة ديت، ايه اللي يضمن مستقبل النادي الاهلي على مستوى الاستثمار؟ اللي يضمن كان في بند يعني اصرنا كمجلس على وجوده، وفي نفس الوقت الحمد لله تمت الموافقه عليه من جمعيه يوميه، ان هي اي شركه مساهمه لان القانون الجديد سمح بان الانديه تعمل شركات يعني، فلازم يكون 51% من ملكيه اسهم الشركه للنادي الاهلي. وده اللي خلانا بعد كده اللي هو مؤخرا بنفكر اللي هي بدا بقى التفكير الجدي هو كابتن محمود الخطيب عرض من جلستين الجلسه اللي فاتت عرض اللي هو المقترح بقى بتاع دراسه وانشاء الشركات، بحيث في ثلاث لجان اتعملوا، لجنه لشركه كره القدم، لجنه للاستاد حضرتك عضو فيها للاستاد، ولجنه لشركه السياحه، بحيث ان دي برضه تبقى نواه. هي اللجان دي لدراسه ومحطوط بنود كورق عمل ليها، يعني زي كره القدم ما يتعلق بالاكاديميات والرعايه والبث كل ما يخص كل من كل النواحي من كل ما تخيل يعني، واي تطور هيحصل سواء داخل مصر او خارج مصر، تمويل كل حاجه. الدراسات بتنتهي، كابتن محمود الخطيب طالب قبل في 1/12 ان شاء الله كل لجنه تكون انتهت من عملها، بحيث تقدم المقترحات الكامله لمجلس الاداره.
طبعا الكلام ده بيساعدنا في قامه موجودين من ابناء النادي الاهلي العظام، يعني في المشار محمود فهمي، الدكتور سعد شلبي استاذ التسويق، الدكتور فاروق العوضه هيكون داخل فيه، يعني كل من قامات محبي النادي الاهلي اللي بيشاركوا بخبراتهم كل واحد في مجاله مع شغلنا كاعضاء مجلس اداره كمان. فده التفكير اللي هو حتى يعني التسميه بتاعتها رؤيه 2050. الفيجن بتاع النادي الاهلي ل 2050 شايف النادي الاهلي يروح على فين، وده طبعا التفكير المنطقي اللي هو يواكب رياده وقيمه النادي الاهلي. عايز اتكلم يعني بالتفصيل حتى عن شركه كره القدم اللي حضرتك عضو فيها، وطبعا في اللجنه عضو اللجنة. في اللجنه وبرأسها طبعا المهندس خالد مرتجي. عايز اتكلم في ده بالتفصيل، ومعانا الاستاذ محمد الضماط، وطبعا استاذ محمد الضماط هنجي له بالتفصيل الكلام ده. لكن عايز اتكلم كمان عن اعضاء فرع مدينه نصر. فرع مدينه نصر او يعني الاعضاء في مدينه نصر استفادوا بشكل كبير جدا من اللائحه دي، وبيتم معاملتهم النهارده معامله الاصل. طب اوضح لحضرتك، هو حصل لغط وقت ما احنا كنا بنعمل اللائحه. كالعاده طبعا على التصويت صح على موضوع ما اقول لحضرتك، هو القصه اصلها اختلفت. احنا التدريب دلوقتي بقى في سوشيال ميديا، في لها ايجابياتها ولها سلبياتها. صحيح. ايجابياتها طبعا خلاص دي تحديات جديده كلنا لازم نتعامل معاها، احنا في عصر الديجيتال والتحول الرقمي كل ده مفروغ منه يعني. انما في نفس الوقت ليها جوانبها السلبيه، اللي هي المفترض لو انت شايف شغلك وبعيد عن الاجواء اللي هي تديك طاقه سلبيه بالظبط. يعني لان خلاص بقى مفهوم ان ممكن اوقات يكون حاجات مدفوعه مثلا، هي حاجات كلها مغرضه عايز تعطل. فحصل وقتها ان في اصوات قالت ده انتوا هتعاملوا فرع مدينه نصر كفرع، يعني كفرع هو اللائحه في حاجه اسمها المقر، هو اللي هو الجزيره ده مقر التاريخي بتاع النادي الاصلي. الاصلي بتاع النادي ده الجزيره، وكلنا بنحرص طبعا ان هو المقر لان ده في تاريخ النادي الاهلي كله يعني. الجزيره وفي مدينه نصر، مدينه نصر بيعامل هو نفس معامله عضو النادي الاهلي موجود في الجزيره، هو عضو عامل يعني. متشارك في النادي الاهلي الجزيره عضو بالتبعيه في مدينه نصر، له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، فمفيش اي فرق بينه. هو حصل لغط وقتها واحنا اكدنا عليه، ونزل اللغه كمان اكدنا اكتر بطريقه يعني جوه اللائحه، يعني مذكوره جوه اللائحه يعامل عضو مدينه نصر معامله المقر الاصيل، يعني عضو الاصيل من حيث شروطه العضويه وقابلها والحقوق والواجبات زي ما حضرتك. فهو مدينه نصر زيها وشاءت الاقدار، حتى ان التطور الكبير قوي اللي حصل في عهدنا يعني البدايه كانت في فرع مدينه نصر. يعني فرع مدينه نصر احنا بنتكلم في حوالي 50 فدان تقريبا، حصل فيه تطور غير طبيعي. حمامات سباحه وحمام امواج، يعني لو في تقرير هتبين كم التطور والانشاءات اللي حصلت جوه مدينه نصر، واللي لسه جاري تنفيذ حاجات ثانيه لسه، ولسه في حلم الاهلاويه الجراج اللي هيتعمل جراج مهم جدا جدا، يعني هيسعى لحوالي 650 عربيه تقريبا جاري التنفيذ ان شاء الله، يعني في مجموعه حاجات. فهو بس ردا على حته مدينه نصر طبعا عشان اللبس اللي حضرتك تحدثت فيه، وكان برضو عامل لغط اياميها ان معامله فرع مدينه نصر مش معامله اللائحه واضحه وصريحه ان هو نفسه، لكن هو ده اللي كان لازم ان احنا هو كابتن محمود خطيب ليه كلمه جميله قوي ايامها، فهو ما بيحبش يتقال ايه فرع مدينه نصر، فرع الشيخ زايد، فرع لا الاهلي الكائن بالجزيره، الاهلي الكائن بمدينه نصر، الاهلي الكائن موضوع الفروع ده كله اهلي يعني كله كيان كلها العائله زي بس ده كلها ده اللي متواجد في مدينه نصر، ده اللي متواجد في الشيخ زايد، ده المتواجد في المجلس العنوان بس المجلس بس نفذ كم في الميه من برنامج عائله الاهلي يا استاذ طارق؟ حوالي 98% تم تنفيذه. 98% 98% تم تنفيذه من البرنامج. غير كل المستجدات اللي حصل يعني من ضمن الحاجات اللي برضو الحمد لله عندنا في خلال الدوره الانتخابيه بتاعتنا، اللي هي التعامل مع التقنيات الحديثه. يعني عندنا في المجلس في مستشار للتحول الرقمي والتكنولوجيا والتحول الرقمي الاستاذ محمد الصبان، وده برضو استحداث لحاجات موجوده جوه الانديه، لان احنا برضو شايفين النادي الاهلي ده هو المفروض يبقى يدخل في الانديه الرقميه، موضوع الديجيتال والكلام ده موضوع كبير جدا وبيدر دخل وعمليه تسويقيه. ومن حسن الطالع ان احنا يعني من ايام
كان في بدا البث التجريبي للويب سايت بتاعنا للموقع الموقع نادي الاهلي بالعربي وانجليزي وفرنساوي. ده بيسهل التواصل مع كل محبين النادي الاهلي في الشرق يعني في العالم كله. في نفس الوقت بيعمل لك عمليه تسويقيه غير طبيعيه ان هيبدا يستخدم كديجيتال وفي التسويق. يعني موضوع كبير جدا هيتم، ودي برضو من الحاجات اللي داخله معانا في موضوع الشركات. عمليات التخطيط والتطوير الرائع اللي حضرتك بتتكلم عليه اعتقد على مستويات كبيره جدا وعلى مشاريع كبيره جدا. ازاي بتخططوا للكلام دوت؟ وحضرتك بتتكلم على في مواعيد معينه مثلا لنهايه مشروع مثلا شركه النادي الاهلي لكره القدم، يعني شركه السياحه، في حضرتك حاطين ديدلاين او حاطين بلاننج او تايم بلاننج ان الكلام ده هيخلص امتى؟ بص، هو حقيقه بيتولاه كابتن محمود، اللي هو زي بالظبط كده. احنا من سنتين كان كابتن محمود خطيب عمل ورقه 13 ايتمز، ويعني ده لاعضاء المجلس بحيث كل واحد يكون شايف نفسه في الموضوع الفلاني ده ان ممكن نعمل فيه شغل يعني. وتم بعدها توزيعه علينا كلنا. بص حضرتك، احنا يعني في ادراك كامل جدا عندنا جوه المجلس كمان في فرق بين عمل مجلس الاداره والعمل التنفيذي. يعني خلي بالك هو في خط رفيع طبعا. اكيد. يعني احنا وضع استراتيجيات، تعيين المديرين سواء مديرين التنفيذي المدير التنفيذي او خلافه او مديرين الفروع، التعامل مع اعتماد مثلا قرارات المديرين في تعيين الفرق، تعيينهم، كل الكلام ده يعني كل اللي هي الحاجات الاستراتيجيه والرئيسيه جوه النادي. زائد باشتراكنا كمان في بعض اللجان لمساعد كمان تنفيذ الرؤيه اللي احنا لكن في نفس الوقت ما فيش اللي هو تدخل يعني ايه ممارسه العمل اللي هو بمفهوم مثلا ايه ما فيش في النادي الاهلي ممكن نبقى في جلسه مجلس اداره مثلا ونناقش مثلا اللعيب الفلان ده لعب كويس ولا وحش او دي مش شغل يعني يعني احنا مدركين مش موجود في اجتماعات المجلس ولا خاص بيك ولا معنيين بيه. ده النادي الاهلي يعني في مدير فني بيشوف شغله وفي ناس مسؤوله ليكي تعينيهم وتحاسبيهم يعني ده حق مجلس الاداره حق النادي وتقييمهم وكل حاجه. انما منطق اللي هو التشابك بين الحمد لله كل المجلس برئاسه كابتن محمود مدركين الكلام ده. وده برضو مثل الحمد لله ان ايه شخصيه النادي الاهلي الكامله اللي موجوده في الرمز كابتن محمود. تحديات تم يعني او صعوبات كانت يعني بتحاصر النادي الاهلي وانجازات في نفس التوقيت تم انجاز 98% منها زي ما حضرتك ذكرت. هنروح نشوف ابرز التحديات دي والصعوبات اللي مرت على النادي الاهلي ونرجع مره ثانيه نكمل البيت الكبير مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. دائما ما تختبر المحن معادن الرجال وتكشف الشدائد عن الأبطال الحقيقيين الباحثين عن العمل والمجد. وقد كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ورفاقه من هؤلاء الرجال الأوفياء الذين تولوا مسؤولية القلعة الحمراء في ظل ظروف صعبة جدا، وواجهوا على مدار أقل من 3 سنوات الكثير من التحديات العملاقة والمعوقات الكبيرة والعراقيل المستمرة التي كانت كفيلة بتثبيط همم الكثيرين، لكنهم رموا كل ذلك وراء ظهورهم ووضعوا الأهلي ورفعته والحفاظ على اسمه ومكانته أمام أعينهم، ولذا قاتلوا بشراسة وواجهوا كل الظروف الصعبة من أجل تحقيق ما وعدوا به أعضاء النادي وجماهيره في برنامجهم الانتخابي المميز الذي وضعوا له عنوانا لافتا جامعا يحمل الكثير من الود بتسميته عائلة الأهلي. عائلة الأهلي هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة، أنواع الأسرة كلها هي دي العيلة.
وعلى الرغم من أن فترة الثلاث سنوات الماضية منها نحو عام عمليا خارج الحسابات بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم وأدى إلى وقف كافة الأنشطة على مختلف المستويات، إلا أن مجلس الأهلي نجح في أن يكون على قدر التحدي على كافة الأصعدة داخل النادي، سواء على صعيد الخدمات والإنشاءات الجديدة في كل فروع النادي أو على الجانب الرياضي الذي حققت فيه فرق النادي في كل اللعبات إنجازات لافتة. واجه مجلس إدارة النادي الأهلي الكثير من التحديات في الجانب الرياضي، خاصة على صعيد فريق الكرة الذي كان له الكثيرون بالمرصاد بسبب نجاحاته المتكررة وسيطرته على الكرة المصرية والإفريقية، ولذا كان هناك الكثيرون الذين يسعون لهدمه والنيل من مجلس الإدارة من خلاله، لكن فريق الكرة كان على قدر التحدي ونجح في التتويج ببطولة الدوري والحفاظ عليه في موسم صعب ضرب فيه فيروس كورونا المستجد العالم كله وأدى لإرباك وعرقلة الكثير من الأندية، لكن الأهلي كان يقرأ خيوط اللعبة جيداً ويستعد للمستقبل، ولذا كان الفريق في الموعد وفاز بلقب الدوري ويواصل مسيرته بشكل جيد في كأس مصر، كما تأهل المارد الأحمر للمربع الذهبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في إطار سعي مجلس الإدارة لتحقيق حلم الجماهير بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والذي لم يفز به النادي منذ عام 2013. وحتى في الأزمة الأخيرة التي اختلقها السويسري ريني فايلر ورحيله عن النادي في فترة حرجة ومصيرية في مسيرته، أدار مجلس إدارة النادي الأهلي الأزمة بكل احترافية، وكان مستعدا بمدير فني من طراز رفيع هو الجنوب إفريقي موسيماني الأكثر نجاحا على صعيد القارة في السنوات الأخيرة لمواصلة المشوار مع المارد الأحمر. كما حققت فرق النادي الأهلي الرياضية الأخرى نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، ولم يقتصر ما حققته من إنجازات على صعيد المنافسات المحلية، وإنما امتد لتحقيق ألقاب قارية ودولية ساهمت في تعزيز مكانة النادي وتشريف الرياضة المصرية في مختلف المحافل، في الوقت الذي لم يتأخر فيه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب عن دعم الأجهزة الفنية لكل الفرق، وكان حريصا على تكريم أبناء النادي ممن حققوا بطولات وإنجازات إقليمية ودولية بقميص النادي أو من خلال تمثيلهم للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب. وبعيدا عن كل ذلك، حقق المجلس نجاحات لافتة في السنة المالية السابقة لأزمة كورونا على صعيد الطفرة المالية في ميزانية النادي رغم التدعيمات الكثيرة في كل الفرق الرياضية والصفقات من العيار الثقيل، ورغم سلسلة الإنشاءات المستمرة في كل فروع النادي. ووصلت ميزانية النادي الأهلي في 30 يونيو 2019 إلى 2 ملياري جنيه مقارنة ب 1.3 مليار في العام 2018، فضلا عن زيادة الأصول الثابتة للنادي من أراض ومبان وآلات ومعدات وأثاث وأدوات. ولا ننسى أيضا عقود البث والرعاية الجديدة والتي حققت للنادي أرباحا كبيرة غير مسبوقة. ومن أجل المستقبل الذي دائما ما يحمل همه على عاتقه مجلس الأهلي، ناقش المجلس مؤخرا الرؤية المقدمة من محمود الخطيب نحو مستقبل النادي الأهلي 2050 لمواكبة التغييرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية، حيث يستهدف الأهلي خلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي. ومن أجل ذلك تم الاتفاق على إنشاء شركة الأهلي لكرة القدم وتأسيس شركة استاد النادي الأهلي وأخيرا شركة الأهلي للسياحة والخدمات. بقي في النهاية أن نلقي الضوء على برواز شرف مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه الحقبة الذهبية من مسيرته. الحقيقة عايزة أشيد بالجهد الذي لم يبخل يعني عليه
مجلس إدارة النادي الأهلي أستاذ طارق، الحقيقة جهد وإنجازات رائعة جدا شفناها يمكن من خلال التقرير، وده يمكن حتى جزء صغير مش بيوضح قوي كمان كم الإنجازات بشكلها في الواقع بيبين يمكن حجم الإنجازات دي أكتر أفتكر، لكن هنا يمكن التقرير ذكر أكتر من نقطة عايزة أتوقف عندها. موضوع انتشار طبعا فيروس كورونا اللي كان لها قول آخر طبعا وأربكت جميع الحسابات، اللي عايزة أتكلم كمان في حجم الميزانية. الناس النهاردة عمالة تتكلم في 2 مليار، انتوا عندكم 2 مليار في كده، التفاصيل عايزة أعرفها من حضرتك. أولا جائحة كورونا إزاي أثرت على النادي الأهلي وعلى الميزانية داخل النادي الأهلي في الأول؟ هو طبعا هو في دايما يعني مقولة أنا مؤمن بيها، أن أما بيحصل ظروف قوية أو تحديات خطيرة أو كرايسيس يعني بتواجهك، هي المؤسسة القوية هي اللي بتكون، ده بيبين وقتها المؤسسات القوية يعني، ده بيبين إذا كانت اتهزت ولا لسه ثابتة واقفة على أرض صلبة. الحمد لله تم التعامل مع موضوع الكورونا معنا في النادي الأهلي في الأزمة دي بطريقة حافظت على النادي الأهلي، في نفس الوقت حافظت على متابعة العمل المستمرة وخلافه. احنا مجالس الإدارات كان في جزء كبير يعني أيامها كان كله بينعقد وبينعقد بطريقة الزوم يعني أونلاين يعني. بمناسبة مجلس الإدارات أنا عايز أقول لحضرتك مثلا احنا لغاية وقتنا هذا من يوم ما دخلنا المجلس 71 جلسة، 71 جلسة مجلس إدارة، 71 جلسة 71 جلسة وده في تاريخ يعني ده رقم عالي جدا. رقم طبعا. كبير طبعا. ده بخلاف اللجان المشتركين فيها وخلافه يعني. فتم التعامل مع القصة بمنتهى الحفاظ على النادي الأهلي والعاملين اللي فيه وسير العمل في النادي الأهلي. طبعا دور لازم يشكر عليه جامد جدا الإدارة التنفيذية كلها في كل في مقر النادي وفي مدينة نصر وفرع الشيخ زايد، يعني قاموا بجهد غير طبيعي بإدارة العميد محمد مرجان طبعا. الناس بتوع الاشتراكات، في ناس منهم كانوا بيبذلوا مجهود غير طبيعي، لأن استمرينا أنا عضو في لجنة الأدوية يعني، فاستمرينا في تلقي برضو طلبات الاشتراكات أعضاء، وكانت الناس بتشتغل في أوقات كتيرة والكلام ده. كان المبدأ الرئيسي اللي تم إرسائه في مجلس الإدارة أن لا مساس بحقوق العاملين، يعني بظروف الجانحه لا، اما ايه مرتب كل يعني المرتبات لم يتم اقتطاع جزء من المرتبات. احنا اعتبرنا ان المنافذ اللي موجوده جوه النادي الاهلي ضمن عائله الاهلي يعني حاجه المنافذ اللي مأجرين من النادي نفسها احنا اعفيناهم من ايجار لاربع شهور، اللي هو من 1/3 لغايه نهايه شهر 6، قلنا الفتره دي كلها ما يدفعوش فيها ايجار. فالعاملين الحمد لله لا مساس خالص ولا عقود لعيبه ولا مدربين ولا خلافه، اللعيبه كل الكلام ده اللعيبة. لم يحدث في النادي الاهلي خالص يعني الناس حست وكان انتظام العمل طبيعي. برضو في نقطه مهمه جدا ودي انا بحسها في شغلي يعني، يعني اما بكون بديل مكان لو في الازمه انا بتهز او حاجه ده بيأثر على التحتيك ده كده المنظومه كلها. لا الحمد لله عندنا المجلس بقياده كابتن محمود عمرنا بيدينا الشعور ده، ويمكن برضه هو تناول التقرير زي موضوع المدير الفني فايلر وقدوم المدير الفني هتكلم مع حضرتك فيه باستفاضه شويه يعني الموضوع يعني طبعا كانت انا في وجهه نظري الشخصيه ويعني ان اتعاملته بشكل احترافي هايل جدا، بس خلي الساده المشاهدين يسمعوا من حضرتك كيف تعاملت او كيف تعامل مجلس اداره النادي الاهلي مع رحيل فايلر. طب مبدئيا هو طبعا احنا عارفين كلنا سيستم النادي الاهلي والنظام اللي موضوع ان في ناس مسؤوله عن الكوره وفي في نفس الوقت لجنه التخطيط للكوره معتمد تشكيلها من مجلس الاداره، وفي مشرف على الكوره هو كابتن محمود الخطيب رئيس المجلس بالتفويض من مجلس الاداره. وملف الكوره يتمتع بحساسيه طبعا جامده جدا لان النادي الاهلي شعبيته الرئيسيه في العالم كله على كره القدم، فالملف فيه من الحساسيه ان هو وحضرتك يمكن بتمثل يعني بعثه الفريق الاول لكره القدم واكيد بتشوف الشعبيه بتلمسها. دي قصه عايز بقى اتكلم ده انا لسه هاجي الموضوع ده يعني وبالذات على مستوى افريقيا يعني اتفضل. فزي ما برضو ما كنت بعرض لحضرتك دلوقتي اللي هو ايه لو انا قائد لمكان او ليدر ليه لو انا بتهز في مواقف بيأثر على الناس صحيح. اللي معايا على حقيقة صحيح ده لم يحدث، احنا ما حسناش باي حاجه يعني ما حسناش من كابتن محمود الخطيب ان في هزه او في موضوع كبير قوي حاصل يعني في مشكله فايلر. ادرك ان هو بعد كده بعد ما الخطوط كلها خلاص بنيت له
واستقر مع لجنة التخطيط على قرار بيعرضه على مجلس الإدارة، حكى لنا التفاصيل كلها. فايلر طبعا كلنا كنا مقتنعين بيه، يعني النواحي الفنية يعني طبعا لا غبار عليه لحد اخر لحظة لغاية فترة الكورونا. اللي حصل ان كابتن محمود عرض ان هو الراجل بقى يتكلم في بنود ما كانتش موجودة في التعاقد بينه وبين النادي الاهلي. الحنكة والحكمة الحمد لله في الملف ان كابتن محمود كان شغال على حاجتين، ان هو مع فايلر بيخلص اموره تخلص يعني سواء كده او كده، يعني سواء هنتوافق او لا، وفي نفس الوقت حفاظا على النادي الاهلي يبقى فيه قنوات بيبص عليها تانية لاختيار مدير فني لغايه ما استقر على موسمين. طبعا كلنا الاختيار ده الحمد لله مقتنعين بيه، ونامل يا رب ان شاء الله ان ربنا يوفقه، لان كره القدم في النهايه زي لما انت بتعمل كل اللي عليك بالمعطيات المطلوبه والنتيجه في النهايه دي يعني بيبقى ماتش كوره. بتاعت ربنا يعني النتيجه دي عامه انت لكن المهم ان تاخد كل كويس. الخطوات الايجابيه اللي انت شايفها وتجتهد، يعني كلنا طموحاتنا احنا ناخد افريقيا، كلنا عايزين كده ان شاء الله، والنادي الاهلي في ابهى صوره في الكره وفي كل الاعباء ان شاء الله. فالجميل في الملف كمان اللي هي ردود الافعال اللي حصلت، اللي هي تحسك برضو الدور التلقائي اللي النادي الاهلي بيلعبه كقيمه وطنيه كبيره قوي لمصر. يعني ان رئيس جنوب افريقيا يهني موسيماني ويقول له نوجه ليك كل الشكر والكلام ده، ونتمنى واحنا زعلانين انت مشيت من عندنا، انت في افضل مكان بس في نادي وده هيدعم العلاقه بين الشعبين. يعني ايه الجمال ده؟ يعني حاجه لا، وكمان ما كانتش حتى متوقعه يا استاذ طارق، ما كانتش يعني متوقعه. لا مش متوقعه، لا لا كبير، لكن انا بتكلم الجزء كمان اسف لمقاطعتك، ان دي كمان شعبيه النادي الاهلي كبيره قوي، لكن في خلاص لا دلوقتي الناس من جنوب افريقيا بتبدا تشجع النادي الاهلي عشان موسيماني، لما رئيس الجمهوريه بنفسه عارف مقدار النادي الاهلي وانه من افضل الانديه على مستوى العالم وعلى المستوى الافريقي هو نادي القرن. ده شيء كمان شيء جميل. وعلى الجانب الاخر النقطه اللي هكلم حضرتك فيها اخر حاجه، التعامل الصح، ان احنا ما حسيناش، جماهير النادي الاهلي ما حسيتش. فايلر بيمشي يوم الجمعه، يوم السبت بيكون في مدير فني جديد. في العملية الانتقالية ديت بحقيقة أنا بحييكم عليها، لأنها مشيت أولا مشيت بسرية كاملة، الناس كانت بتقول ده إيطالي كابتن محمد يوسف، يعني مشيت بسرية كاملة لغاية ما التعاقد تم بشكل جيد، لحد ما شفناه. والتوقيت كان أكتر من رائع، إن في مدرب بنقول له شكرا عملت اللي عليك. وتاني اليوم اللي قبل اعتماد مجلس إدارة القرارات هي بدأت تظهر بالظبط، بدأت تظهر لسبب إيه؟ لإصرار كابتن محمود الخطيب في التعامل مع المدير الفني موسيماني، إن ده لازم يكون بموافقة ومباركة رئيس النادي صن داونز. فرئيس النادي أعلنه، النادي أعلنه هناك، فبالتالي يعني قبل ما بدأت يعني القصة كلها ماشية برضو اللي هو إيه؟ استمرارا لجينات النادي الأهلي. ده حقيقي. يعني قيمة النادي الأهلي طبعا لا أحد ينكرها، وزائد الحمد لله الحكمة في التصرف في إدارة القصة كلها. صحيح. إن مش حتى الجمهور ما حس، ولا إحنا كأعضاء مجلس إدارة حسينا بذعر. يعني بس على مستوى يعني السوشيال ميديا كان الذعر ده باين، وكان حتى يعني كان باين أو واضح من خلال الأسماء اللي كتيرة ظهرت على السطح سواء في مصر أو برا مصر. حضرتك دلوقتي بتقول لي انه القلق ده ما كانش خالص مجلس الاداره بيعاني منه، بدليل ان احنا فعلا ما شفناش الجاب دي، ان احنا النهارده عندنا مدير فني رحل او سافر، تاني يوم احنا كنا مجهزين الاسم، مش المرشح كمان، ده احنا كنا مخلصين اعتماده اوراق اعتماده، في يعني الجلسة اللي هي في نفس الجلسه. ليه تم تصدير الاشاعات دي او الاسماء دي؟ والفكره برضو اللي عايزه اكد عليها انه القلق ده ما كانش داخل مجلس الاداره، ما كان في بقى بعض حضرتك شفت الاسماء اللي تم يعني ذكرها، الناس تقول لك لا هاتوا فلان، لا نرشح فلان، يعني كان في على السوشيال ميديا كان في لغط في موضوع الاسماء ده تحديدا. اما هرجع تاني الجزئيه اللي بتطرح حضرتك، ان هو في النهايه السوشيال ميديا طبعا تقنيه من تقنيات العصر كلنا بنتعامل معاها، لكن في النهايه قد تكون في بعض الاحيان بتديكي طاقه سلبيه لو تتبعتي الكلام ده. احنا خلاص تعودنا من يوم ما دخلنا المجلس في طريق معين احنا ماشيين فيه لصالح النادي الاهلي واعضائه وجماهيره، وفي خطه موضوعه الحمد لله ان احنا نعمل اقصى ما يمكن دون النظر، لان لو جيت لدي بقى هتلاقي في حاجات كتيره جدا
لو كنت سلمت نفسك للسوشيال ميديا. انا بكلمك هو كان يعني يعني كان في اولا عندنا ثقه كبيره جدا في مجلس الاداره يعني ده عندنا ثقه فيها. انا شايف ان موضوع السوشيال ميديا ده برضه طبيعي زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي نادي كبير وبالتالي بعض الاخبار اللي بتخرج عايزه تنال من النادي الاهلي اجتهادات وكيل لاعبين او وكيل مدربين ولا حاجه حتى اي برنامج يعني يا فندم اي برنامج لما بتجيب سيره النادي الاهلي بس انت هو نسبه المشاهده ده بس يعني انا بتكلم في نقطه كابتن محمود خطيب قال كلمه جميله ساعه افتتاح الاستاد اه كنت موجود يعني قال لو كل نادي بيهتم يعني بنفسه بحاله بس يعني ده واحنا ده السيستم بتاعنا في النادي الاهلي بس استاذ صارق يعني انا فاهم ان مجلس الاداره فعلا واصل له خلي بالك جماهير النادي الاهلي عارفه الكلام دوت ما عندهاش شك ابدا في ادارتها ولا في مجلس ادارتها وعارفين بشكل كبير جدا ان كل السوشيال ميديا النيجاتيف نقدر نقول السلبيه ما بتاثرش ولو حد اتاثر ودايما بنقول النادي الاهلي بيتعامل النادي الاهلي دايما في حته تانية على سواء اللعيبه سواء الاداره مجلس الاداره كمان بيتعامل النادي الاهلي في حته تانية خالص فالموجه اللي كانت ظاهره من خلال السوشيال ميديا دي عايزه وده اكيد حضرتك فاهم ده انك عايز ياخدك في سكته وبالنسبه ياخدك في سكته وانت احنا مش متعودين ومش واخدين على ده ومش مبادئ النادي الاهلي فبالتالي الموضوع بيزيد وتبدا الامور النيجاتيف تزيد اكتر لكن يعني انا بنيابه عن جماهير النادي الاهلي بحييكم بحيي مجلس الاداره على فعلا المجهود الرائع والتحدي الرائع للمجهود اللي اتعمل وان انتم فعلا في الفترة الأخيرة التحديات الأخيرة كانت كبيرة جدا انكم كنتوا بتحافظوا على مبادئ النادي الأهلي وقيم النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي المخلصة عارفة الكلام دوت واكيد بتحييكوا على الكلام دوت يعني الحمد لله ده طبيعي زي ما برضو في البداية قلنا هي دي شخصية النادي الأهلي استكمالا لكلام حضرتك بقى اللي هو شعبية النادي الأهلي في أفريقيا يعني اما بسافر مع النادي حاجة يعني قبل بس ما حضرتك ترد على السؤال ده عايزة أعرف التصريحات اللي كان امبارح فايلر بيتكلم في مواقع يعني وبيتكلم عن الفترة اللي قضاها في مصر مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وكلم الحقيقة عن إن هو لما بيروح في أي مكان دي الناس كلها بتعرفه حتى لما بيكون متخفي انه كان نفسه يعني نفسه او وحشه العشاء السويسري الهادئ في المطاعم السويسريه. تابعت التصريحات دي ازاي؟ لانه اكيد حضرتك تابعتها ومجلس الاداره تابعها. قريتها ازاي؟ لا هقول لحضرتك برضه يعني بايلر كمدير فني للنادي الاهلي تمام؟ لو الوقت اتسع نفسه ليه لوجوده وما كانش بالطريقه يعني اللي هو أدارها بيها يعني هو كان نفسه يكون متواجد يعني الناس المساعدين بتاعته اللي خرجوا تم عمل ليهم حفله واحتفال صحيح. فاحنا ما عندناش حته برضه تتبع تصريحات مش بتاعتنا يعني تتبع تصريحات يعني انقضت فتره فايلر عمل انجازات مع النادي راجل كسب بطوله الدوري كسب سوبر ديفيد سيزا لم يستمر لماذا؟ ليه ما استمرش ديفيد سيزا؟ برضه نرجع لشخصيه النادي الاهلي ده في ناس مختصه هم يعني هو يعني ده تقسيم الشغل اللي هو جوه النادي الاهلي يعني ما اقدرش اجرح على حق اللي ما بتتدخلوش فيه اصلا كمجلس لا مش غير ما تدخلش في مجلس اداره بيعتمد الكلام ده وبيعتمد التعيينات وخلافه لكن في تفويض لاداره هذا الملف ما ينفعش بقى التفويض شغال قصدي في الاختيارات ولا لا لا اختيارات لا في بيعرض على المجلس لو ليك راي مخالف قول بيعرض على المجلس طبعا وبيتاخد اراء وفي كل مراحل على فكره وكابتن محمود خطيب اكثر من ديمقراطي في الموضوع ده يعني ان بسرعه القصه عباره عن كذا عشان مهم قوي نوضحه برضو للناس انما الجزئيه اللي هو حضرتك بتتهمه ليها اهو ده بقى العمل التنفيذي في القصه دي اللي انا قاعده مجلس اداره يعني ما في ماليش دخل بيها بشكل مباشر يعني انت النهارده في عمل محترف لاداره محترفه موجوده كل اداره مستقله وفي كابتن محمود الخطيب مشرف على هذا الملف تمام هدي بالظبط زي ما بنتكلم حته دي قاعد في مجلس واقول ايه اللعيب فلان ده بيجي ولا ما جاش طب المدرب ده هيجي او لا في ملف الناس شغاله معاه واديتيهم الثقه واديتيهم التفويض كمجلس اداره طيب. يعني طيب. على فكره والتفويض على فكره لا يلغي المسؤوليه التضامنيه يعني احنا لما النادي بيكسب كلنا بنتصور صحيح طبعا الناس بينسب ليا في مجلس الاداره في نفس الوقت لا قدر الله اي اخفاق او اي نجاحات انا اتحملها بتنسب لمجلس الاداره ودايما الجمهور ودايما الجماهير ما لهاش يعني ما فيش وقت له حقيقي ليه اصلا ملف الكوره لا ازاي هو التفويض لا يلغي
مسؤوليتك التضامنيه، انت مسؤول اعضاء مجلس الاداره دايما اللي بس الوش. ادراك القصص دي هي دي ليها حكمه الحياه المهنيه وشخصيه النادي الاهلي، ان هو ده النادي الاهلي اللي هو ده الاسلوب العمل المثالي اللي نجح النادي الاهلي. يعني ما حدش بقى يجي يقول افتقاد في حاجه منه، قال ايه انت كل تاريخك ده بكل البطولات، مش بنقول ان احنا بنرفع النقطه معانا فيش تطوير ولا لا لا ازاي، خد كل التقنيات الحديثه، لكن الحاجات الاساسيه كثوابت دي اللي ما بتتغيرش، ما بتتغيرش على بقى. على مر العصور. ولا هنيجي بعد كده قاعدين في جلسه نناقش التشكيل بقى يعني طيب وده يلعب وده مش لا مش عندنا الكلام ده بعد الفاصل بقى، ودي فرصه نتكلم عن شعبيه الاهلي في القارة الأفريقية، وحضرتك طبعا خير ممثل للنادي الأهلي في تقريبا جميع بعثاته في لا لا في كل يعني يعني كتير انا وزمايلي اعضاء مجلس الإدارة كلنا هنتكلم بقى عن ازاي لمست شعبية النادي الأهلي في أفريقيا تحديدا بمناسبة موسماني، بس بعد الفاصل في البيت الكبير. رحلة إنجازات الألف يوم لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب لم تتوقف عند المشروعات الإنشائية الضخمة في الفروع المختلفة، لكنها امتدت إلى النشاط الرياضي بالنادي الذي شهد تحقيق العديد من النجاحات في مختلف الفرق والألعاب الرياضية. وبتكليف من الكابتن محمود الخطيب وبجهد مبذول وتحركات مخلصة ودؤوبة من رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، تحققت قفزات نوعية ورقمية على كافة الأصعدة، من بينها إعادة هيكلة وتطوير هذه الإدارة واللوائح المنظمة للعمل بها بهدف رفع كفاءة هذا القطاع بما يتوافق مع التطوير والتحديث الشامل الذي يشهده الأهلي على الصعيد الإداري والإنشائي والخدمي والإعلامي. وامتد تحديث وتطوير النشاط الرياضي ليشمل لائحة العمل بالأكاديميات والمدارس وافتتاح المزيد من الأكاديميات في الألعاب الرياضية المختلفة، والموافقة على توسيع نشاط أصحاب الهمم ليشمل مقر النادي بالجزيرة، بالإضافة إلى الموافقة على الاشتراك في الدورة التدريبية الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات، واشتراك سباحي النادي في معسكر إعداد بأمريكا ضمن برنامج الأهلي لإعداد البطل الأولمبي. وحرص مجلس إدارة الأهلي على توفير كل الدعم والمساندة لإدارة النشاط الرياضي وفقاً لبرنامج عائلة الأهلي، بهدف الوصول بها إلى أعلى كفاءة إدارية وفنية في صناعة الأبطال، بما يحقق طموحات أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الأهلي ويحافظ على مكانة وقدر نادي القرن في قارة إفريقيا. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية وبنرحب بيك مرة تانية يا استاذ طارق، منورنا في البيت الكبير. ويمكن كان في سؤال اتطرح قبل التقرير، والتقرير كمان بيدينا باب تاني عشان نخش منه نعرف من حضرتك. الاهتمام ما كانش بس بكرة القدم، واضح جدا كان الاهتمام بلعبات كتيرة جدا جدا على مستوى كل الألعاب الرياضية في النادي الأهلي، وشفنا نجاحات فيها. وكنا بنتكلم مع حضرتك ان ميزانيه النادي الاهلي اجمالي ميزانيه النادي الاهلي تعدى ل 2 مليار جنيه. فتوزيع هذه الميزانيه على الالعاب ازاي، وازاي زي ما حضرتك قلت نزود من الانفستمنت بتاعنا، والناس بتفتكر اه ده النادي الاهلي عنده ميزانيه 2 مليار وبالتالي ممكن اللعيب يجي يطلب لنا انا عايز 20 30 مليون في السنه. فبرضه حضرتك تشرح لنا يعني ايه وصول ميزانيه النادي الاهلي لرقم 2 مليار جنيه.
لا بص حضرتك، هو بعيد عن الرقم اللي هي وصلوا الميزانيه، يعني ما هو طبعا يعني فنيا ومحاسبيا ومش معناها مجموع الميزانيه 2 مليار او خلافه ان كده يبقى انت عندك كفائض، لا الفائض مختلف، يعني دي الميزانيه دي اصول، فيها اصول النادي، ده مجموع اصوله بيقابلها التزامات عليه. يعني مش فلوس كاش موجوده. انما ضخامه الميزانيه دي في حد ذاتها، ضخامه الرقم يديك انديكيشن على كبر الفاليو بتاع بالظبط، الفاليو المؤسسه وكم الشغل اللي بيحصل جوه. عشان كده هسالك السؤال بطريقه ثانيه، يعني الطفره الانشائيه الملاحظه جدا او اللافته للنظر على مستوى الثلاث فروع، وايضا التطور النهارده اللي حاصل على المستوى الرياضي او النشاط الرياضي والتدعيمات اللي بيقوم بها دلوقتي النادي الاهلي، بيقول ان حجم الميزانيه حدث ولا حرج، صح ولا لا؟ ما هو حجم الميزانيه من ناحيه ايه؟ ما هو في انفاق وفي ايراد بيخش. اكيد في ايراد اللي هو سواء من الرعايه او البث، وفي الايراد الجامد جدا اللي هو التقليدي اللي هو الاشتراكات يعني، والحمد لله اتعمل يعني مجهود جبار من المجلس، وانا اشرف انها في لجنه العضويه مع الاستاذ ابراهيم كفراوي، يعني احنا عاملين حوالي من يوم ما دخلنا المجلس 153 لجنه عضويه تقريبا. يعني 153 لجنه تقليد اللي هو ايه؟ لا لجنه عضويه، لجنه عضويه، لان احنا بنعمل لجان عضويه عشان برضو عشان حد ينتسب لعائله النادي الاهلي لازم الاول يتعمل له انترفيو، مقابله شخصيه. وبيبقى لينا مجموعه طلبات اللي هي تتوافق مع شخصيه النادي الاهلي. فاحنا عملنا من يوم ما جينا حوالي 153 تقريبا لجنه عضويه. الكلام ده على مستوى الاشتراكات اللي حصلت في النادي الاهلي كاشتراك عضويه عامله كلها في المقر وفرع مدينه نصر والشيخ زايد والقاهره الجديده اللي هيتفتح بعد كده في التجمع ان شاء الله. كان في ده جزء، وفي جزء الشيخ زايد وفي جزء مدينه نصر. حضرتك عارف طبعا احنا حته انك ليك ماكسيمم دايما في قبول العضويات، احنا بنيجي وقت الجمعيه العموميه بنطلب من الجمعيه العموميه توافق لنا على كذا، توافق على مثلا 2000 عضويه في فرع الشيخ زايد، ده اقصى حاجه توصل لها. في الجزيره كذا، اللي هو الجزيره دي يعني في النادي بيسموها ايه اللي هي الاضواء العامله الكامله بيسموها الجزيره. في القاهره الجديده كذا، احنا حاليا اشتراك في النادي الاضواء العامله الكامله 500,000، فرع الشيخ زايد 175,000، فرع القاهره الجديده 200,000، وده على فكره اسعار يعني رخيصه جدا بالنسبه لحجم وكم انشاءات النادي الاهلي وكم الحاجات اللي معموله جوه النادي. احنا كنا خدنا قرار من المجلس واعتمد من الجمعيه العموميه ان احنا نعلي الاشتراكات انها تبقى 750,000 ومدينه نصر والشيخ زايد 250 والقاهره الجديده 250، بس لظروف الكورونا يعني بعتنا للجهه الاداريه وتمت الموافقه على تاجيل المقترح اللي هو تزويد الزياده، وهيعرض النظر في اخر يعني الشهرين الجايين يعني في اخر السنه. تمام. انا قيمه النادي الاهلي اكبر من المبالغ دي بكتير. طبعا الفاليو، بس الفاليو نفسه بيتكبر. وفي نفس الوقت في ظل الكلام ده والمجهود اللي بيحصل، بشكر اداره الاشتراكات والاداره التنفيذيه على المجهود غير الطبيعي اللي بيعملوه، كبير جدا طبعا، يعني مجموعه على راسهم في مدام عزه حلمي وفي استاذ محمد رمضان، استاذه رندا، يعني اود يعني اقول كل اسماء العاملين في للامانه، يعني الناس دي بتبذل مجهود غير طبيعي. نتاج الشغل بتاع الاشتراكات والادويات من يوم ما جينا مثلا مدخل يفوق المليار، تمام، بس عندك التزامات كتيره جدا، الالتزامات اختلفت خلاص حتى في الانفاق على النشاط الرياضي جوه النادي ده بخلاف اللي بينفق على الانشاءات وخلافه وكل الكلام ده على المباني. والنادي الاهلي من النوع اللي ايه مفيش التزام عنده عليه بيتاخر لحد. طب قبل ما يعني ندخل لسه قريب مثلا ايه في شهر تقريبا 12 كان بقى حاجه جزء بتاعت ارض التجمع الخامس، مبلغ كبير لازم يدفع في ميعاده، مش النادي الاهلي بيتاخر ابدا على اي التزاماته صحيح. يعني فعندك الانفاق كتير جدا، في مقابلها في ايرادات، لكن النشاط الرياضي اللي هو الالعاب الجماعيه والفرديه والكلام ده في النادي غير الكورة عن زمان، يعني حتى جداً. الالعاب الجماعيه بنتكلم على الطايره، بنتكلم على لعيبه وخلافه، صحيح اختلف عن بمراحل يعني. فكم الانفاق اللي بيصرف جوه النادي، تدعيمات فريق الكوره، مهول يعني تدعيمات فريق الكوره، فريق الكوره لوحدها يمكن الميزانيه الاخيره حوالي 154 مليون تقريبا، تدعيمات فريق الكوره في الفتره الاخيره، النشاط الرياضي اللي هو بخلاف كره القدم حوالي 24 مليون يعني. لا ثواني، على مستوى كره القدم كم؟ 154 تقريبا، 154 تقريبا لاخر، ده شيء كشراء بس اللاعبين كشراء. الانشطه الاخرى كم؟ حوالي 24 مليون ده اخر ميزانيه. فاللي يعني اللي بيتصرف على سواء نشاط رياضي، انشاءات،
خدمات اعضاء وفي نفس الوقت المطلوب منك تقنيات حديثه عمال تعملها جوه النادي. بتكلم على مرتبات عاملين برضو بمبالغ كبيره جدا وانت زي ما النادي الحمد لله كله تم الحفاظ عليها وتم الحفاظ عليها ولسه قريب مع الكادر الجديد اللي عاملين في النادي. يعني انا اشرف ان انا مسؤول عن صندوق العاملين، كان المجلس كلفني من تاني جلسه تقريبا لينا بالاشراف على صندوق العاملين. اتعمل لو تفتكر ايام الانتخابات ادي زي شغل السوشيال ميديا ايه اتهم مجلس بقياده كابتن محمود خطيب انها ايوه دور العاملين او كلامنا. العاملين في النادي الاهلي لقوا مزايا غير طبيعيه. او تاني جلسه على طول كلفت برئاسه الصندوق ده اتعمل لائحه، ما كانش فيه لائحه قبل كده للصندوق، عباره عن مذكره، لا اتعمل لائحه كامله واعتمدت من الجمعيه القوميه لمزايا العاملين. طب ده شيء عظيم بصراحه. فيها جميع المزايا، منح في حالات ولاده غيره، جواز، وفاه، تم مضاعفه كل المكافئات اللي قبل كده، تم فصل الجزء الطبي عن ميزانيه العاملين نفسها اللي هي متعلقه بصندوق العاملين، الجزء الطبي بيتحمله النادي. وعملنا حاجه كمان مبتكره ما بتعملش غير في الشركات الاستثماريه الجامده اللي هي في الدوري الاجنبي. طبعا ان انت تيجي يوم عند اعتماد الميزانيه تاخد موافقه الجمعيه القوميه بتخصيص مبلغ معين لصندوق العاملين من ارباح النادي. يعني اخر جمعيه قوميه كان تقريبا 1,000,000 جنيه خدنا اعتماد منها انها هتخش صندوق العاملين من ارباح النادي، عشان تحس العاملين ان هم جزء من النادي، اصيل من المؤسسه، هو اصل من اصول من الكيان صح. ده بنشوفه، خلي بالك لما بروح بشوف ناس كنت انا لسه بشوفها وانا بلعب، يعني عم حارس، وبشوف ناس كنت فعلا بشوفها وانا لسه بلعب، وتحس ان هم خلاص جزء، بقوا جزء من النادي، جزء اصيل من النادي الاهلي. لما كمان بيلاقوا الكلام ده حضرتك ومجلس اداره بيعملوا وفيه اهتمام بيهم وفي لائحه محطوطه يعني ليهم، يعني كنا حاطين في اللائحه حته مثلا ايه حاجه دايما النادي الاهلي اعلى من اي حد فينا. تيجي في مناسبه من المناسبات مثلا، حاجات مثلا في شهر رمضان طبعا، مثلا في علب معينه بتتوزع جوه كل دي مصاريف ثانيه يعني. لا دي بنطلعها من صندوق العاملين بيعتمدها مجلس الاداره وبتطلع مكتوب عليها عائلات الاهلي، عائلات الاهلي مش طارق. يعني الاهلي اكبر من اي حد ان هو للعاملين بتوعه، ليه تحس العاملين ان المؤسسه اللي انت شغال فيها ده جزء اصيل. ده نقرب بقى من فكر مجلس الاداره اكتر، وازاي التخطيط للفكر للطفره الانشائيه الحاصله دلوقتي على مستوى الثلاث فروع. بس الاول هننزل عملنا يعني التقرير ده عشان الناس تشوف على أرض الواقع إيه اللي تم إنجازه، إيه اللي في الطريق من حيث الإنشاءات. خلينا نروح نشوف التقرير ده مع حضراتكم ونرجع مرة تانية في البيت الكبير. منذ تولي مجلس محمود الخطيب إدارة دفة الأمور في سفينة القلعة الحمراء، نجح في تحقيق طفرة إنشائية لافتة في فروع النادي الثلاثة، فضلا عن وضع حجر الأساس لحلم الفرع الرابع للنادي في التجمع الخامس، وذلك على الرغم من الأمواج المتلاطمة والظروف الصعبة التي تواجه السفينة الحمراء. لكن الربان الناجح ومجلسه ما زالوا يسيرون بها في خضم كل هذه الظروف بنجاح لافت. حقق مجلس الخطيب على مدار أقل من 3 سنوات منذ تولي مسؤولية الأهلي رسمياً في الأول من شهر ديسمبر عام 2017 طفرة ملموسة في إنشاءات النادي على كافة المستويات، بما يخدم أعضاء القلعة الحمراء بالشكل الذي يليق بهم ويؤسس لمستقبل مشرق وأكثر استقراراً لأبناء النادي الأهلي. والبداية من فرع النادي بمدينة نصر، حيث افتتح مجلس الإدارة منطقة المطاعم الجديدة فود كورت التي تضم 12 منفذاً جديداً لخدمة أعضاء الجمعية العمومية. وأيضاً تم الانتهاء من إنشاء سور النادي وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين وتكييف صالة الكاراتيه وتجديد الحمامات وافتتاح المنطقة الترفيهية التي تضم حمام بأمواج صناعية وحمام سباحة للكبار وحمام سباحة للأطفال وغرف خلع ملابس رجال وسيدات وغرف خلع ملابس أولاد وبنات ومناطق جلوس للأعضاء ومناطق خدمية. كما شهد مقر الأهلي في الجزيرة العديد من الإنشاءات
فتم الانتهاء من إنشاء سور النادي الجديد وافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة وإنشاء صالة تنس الطاولة وتجديد صالة الأمير عبد الله الفيصل، وأيضاً تجديد غرف خلع ملابس الفريق، وأيضاً تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية، وكذلك تم إنشاء التراس الجديد لتخفيف الضغط على التراس القديم وإضافة مساحات جديدة للأعضاء. كذلك تم الانتهاء من تطوير مدرج فريق الكرة وما يتضمنه من إنشاء قاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى غرفتين لخلع الملابس بجانب عدد من العيادات وغرف الاستشفاء التي تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء، بالإضافة إلى الجيم الذي تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة. ولا يختلف الحال كثيرا في فرع الشيخ زايد الذي بات منتجعا صحيا وترفيهيا رائعا لأعضاء النادي، ويشهد الفرع أعمالا إنشائية كبيرة باستمرار، حيث تم الانتهاء من الحصول على تراخيص إنشاء البوابات وإنشاء صالة للكاراتيه وصالة جمباز ومبنى إداري ومجمع ملاعب سكواش، وحاليا يجري العمل في تلك الإنشاءات. وبالنسبة لفرع التجمع الخامس الذي يعد مستقبل النادي، فقد تم وضع حجر الأساس بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأعرب صبحي عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المشروع العملاق، مشيرا إلى أن الفرع الجديد للأهلي يعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية، وسيسهم بلا شك في إعداد أجيال من الأبطال الرياضيين ترفع علم مصر في مختلف المحافل. وصمم الأهلي فرع النادي بالتجمع الخامس بمخطط عام وفق أفضل التصميمات الهندسية التي من خلالها سيتم تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بخدمة الأعضاء. وتقدر المساحة الإجمالية لفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة ما يقارب 50 فدانة، ويشمل عدد 2 ملعب كرة قدم قانوني كبير و4 ملعب خماسي و4 ملاعب كرة يد و4 ملاعب للكرة الطائرة و4 ملاعب لكرة السلة و6 ملاعب تنس أرضي ومجمع حمامات سباحة تحتوي على حمام سباحة أولمبي وحمام غطس وصالة مغطاة، بالإضافة إلى مبنى للسكواش وحدائق للأعضاء ومنطقة لألعاب الأطفال. وانطلاقا من تحمل مجلس الإدارة لمسؤولياته منذ توليه المهمة بإحداث طفرة إنشائية تتسق مع الطفرات العديدة التي تشهدها مصرنا الحبيبة في كافة المجالات وفي مقدمتها أعمال الإنشاء والتطوير، فقد خطط المجلس للفترة المقبلة مع محافظة القاهرة من أجل مواصلة العمل في مشروعات إنشاء البوابات الخاصة بمقر النادي بالجزيرة وإنشاء جراج سطحي بفرع النادي بمدينة نصر على مساحة 33,000 متر لحل أزمة تكدس سيارات الأعضاء في الشوارع المحيطة بالفرع وخلق سيولة مرورية في هذه الشوارع، واستكمال إنشاء أسوار فرع النادي بمدينة نصر بنفس مواصفات الأسوار التي تم إنشاؤها لذات الفرع على شارع الطاقة الملاصق لأكاديمية النادي لكرة القدم. ولن ينسى أعضاء النادي الأهلي كلمات الأسطورة محمود الخطيب الرنانة وهو يردد مع كل إنجاز جديد وطفرة في الإنشاءات: علينا أن نفخر بنادينا العريق، لا سيما بعد النقلة الكبيرة التي تحققت مؤخرا على كافة المستويات، والفترة القادمة ستشهد تحركات جديدة لإسعاد أعضاء وجماهير النادي على مختلف الأصعدة والمجالات، لأن الأهلي وجماهيره وأعضاءه يستحقون كل ذلك وأكثر. رجعنا مع حضراتكم وإنجازات وتطوير على مستوى عالي جدا، مستوى احترافي بصراحة. وده يخليني بس وأنا كده بتفرج على التقرير أرجع وأفتكر إن قراراتكم بتبقى عاملة إزاي داخل مجلس إدارة النادي الأهلي. طول عمري وأنا صغير بشوف إن النادي الأهلي دايما ما عندوش الوان مان شو، يعني ما فيش رئيس كده من رؤساء النادي الأهلي طلع مرة قال لك أنا باسمه أنا عملت كذا، او عضو مجلس اداره قال لك انا عملت كذا. فدايما دايما على مر التاريخ
ان في تيم وورك شغال وان ما فيش الوان مان شو شغال. القرارات بتتاخد ازاي في مجلس اداره النادي الاهلي؟ مهم جدا الناس تسمع الكلام ده. طيب بدايه بالنسبه لحته وان مان شو او حد يقول ان النادي الاهلي، هو كلنا عندنا اقتناع تام بقناعه يعني ان النادي الاهلي هو اللي بيدينا كلنا، هو اللي بيضيف لنا. احنا في عمل تطوعي بس النادي الاهلي هو اللي اضاف لاسم اي حد فينا، فدي مبدئيا كلنا على اقتناع بكده. فاي حد بيعمل شغل للنادي الاهلي فهو جزء بسيط من مجرد اقتران اسمك بالنادي الاهلي، دي شرف لينا كلنا يعني. الحاجه الثانيه، هو النادي الاهلي هو كده، العمل الجماعي جوه مجلس الاداره هو دي شخصيه النادي الاهلي، ولو في اي لحظه في عصوره خرج بره الشخصيه دي ما بتدومش. لا بالظبط. انا عايده مجلس اداره، لو معايا ملف معين، ملف انا شغال فيه، هو ده الملف ده انا مسؤول عنه طول ما هو معايا. اقر من المجلس ده مش بتاعي، ده بتاع النادي الاهلي خلاص. ما فيش حاجه اسمها فلان طارق قلان، ما فيش حاجه اسمها كده عندنا في النادي الاهلي. في اسمها مجلس اداره قرر كذا، في حاجه اسمها ان في عمل جماعي في النهايه بينجح. طبعا في رئيس مجلس بيقيم اداء كل واحد، في جمعيه عموميه بتقيم ادائنا كلنا، هي السلطه الاعلى وكلنا معترفين بكده، كلنا نقر دور الجمعيه العموميه. حسيت النادي الاهلي ان انت عندك مش محاسبه واحده، انت عندك جمعيه عموميه وعندك جماهير واللي من ملايين في العالم كله، فيعني قدر الجزئيه اللي هي بتغطي شخصيه النادي الاهلي او بتميزها قدر كبير. مش فاحساسك اصلا بالقصه دي عمرها ما تجيب الوان منشوه، يعني الشخص الطبيعي ما يقولوش وان منشوه ده النادي الاهلي اللي هو النجاحات لما بتحصل ما فيش على اي حد يعني. انا بتكلم ما يكون في نجاحات بتطلع، ما فيش واحد حتى رئيس مجلس اداره ما بيطلعش يقول لك والله انا عملت، او يعني دايما الحكايه والموضوع على حتى الاعضاء مجلس الاداره لما حد بيشتغل وبينجح، محدش عمره طلع قال لك انا عملت للنادي الاهلي، كل الناس بتتكلم النادي الاهلي عمل لنا. ولما بيكون في نجاحات زي ما حضرتك قلت لي النجاحات دي بتعم على الكل، ولما يكون في فشل ما كمان يعني الفشل بيبقى واخد كمان مجلس اداره النادي الاهلي يعني. بلا جدال زي ما بقول حاجه، هي مسؤوليه تضامنيه في اي حاجه وفي اي قرار بيتاخد يعني، ودايما الحمد لله النادي الاهلي بيصاحبه النجاحات يعني الحمد لله دايما يعني ان شاء الله. استاذ طارق، اللي احنا شايفينه ده برضو من ضمن نجاحات مجلس الاداره، وانا شايفه من وجهه نظري حتى انه ده يعني بيدل انت ازاي بتقدر بتقدر ازاي الجمعيه العموميه، ازاي بتقدر الناس دي اللي احنا شايفينها، ده جزء من تقديرك لاعضاء الجمعيه العموميه. بس خليني اسالك، الكم الهائل من الانشاءات اللي حاصل على مستوى التتش، على مستوى مدينه نصر وفرع التجمع، فرع تقريبا والشيخ زايد، عندنا فرع الشيخ زايد ولا واللي بيحصل دلوقتي حتى في التجمع، انتوا بداتوا يعني ان شاء الله التجمع الخامس الحمد لله انتهينا من 80% من البنيه التحتيه. ازاي البنيه التحتيه دي مهمه جدا، دي مش مجرد لا بتاعت ده اهم من اللي بيظهر بتاعت فوق. كل المراحل يعني، وان شاء الله مجرد ما يعني ما هينتهي كل عمل البنيه التحتيه هتبدا بقى المرحله الاولى اللي هي بممتاز بقى منطقه جلوس اعضاء ومبنى اجتماعي وملاعب، يعني اللي هي المجموعه المتعلقه بالمرحله الاولى كلها ان شاء الله. ده حصل ازاي في التوقيت القصير ده؟ لا الحمد لله، هو برضه في يعني في شغل جوه النادي الاهلي، ان في اولا في اداره هندسيه على اعلى مستوى، في المهندس سامي علي كامل في مع فريق العمل بتاعه، في كان محمود خطيب الحمد لله باتصالاته مع الجهات المختلفه، في جهات بتيجي اللي بتنفذ، في متابعه جامده من مجلس الاداره، يعني الملفات في الكلام ده ماشيه على قدم وساق يعني. يعني في كل احنا عندك مدينه نصر، احنا يعني من ضمن الحاجات اللي اتعملت فيها اللي هي حضرتك لو رحت مدينه نصر قريب شفت منطقه جلوس الاعضاء بقى المنظر ازاي، منطقه جلوس والبوابه اعتقد البوابه الرئيسيه اللي هي بتعبر عن شخصيه النادي الاهلي. فاضل في بوابه بتتعمل حاليا الاسوار بتاعت اللي هي شارع النصر بقى، ولسه الباركينج كمان الاكاديميه عاملها بنيه تحتيه غير طبيعيه هناك بتقنيات حديثة بخلاف وبالكلام ده. لو هنيجي على سيرة الأكاديميات الحمد لله الأكاديميات شغالة، عندك حوالي 17 فرع دلوقتي وتعمل فيها شغل غير طبيعي برا مصر كمان. لا المفهوم اختلف، مفهوم الأكاديمية عندنا اختلف. كان الأول ممكن كانت بتعتمد بس على مجرد إن إيه عدد
يعني عندك عدد قد ايه بيدوري دخل ايه. لا المفهوم اختلف بتاع الاكاديميات ان بقى هو تبقى نواه لقطاع الناشئين فبالتالي بقى فيها حته عنصر الاختيار نفسه العنصر الفني دخل كان هو كوميرشال اكتر شويه كان شيء تجاري اكتر اللي دخل وانا بحييكم عليه ان الربط ما بين الاكاديميات دايما عارفين وده شغل احترافي يعني دايما الاكاديمي بره ما فيش قطاع ناشئ اسمه الاكاديمي الاكاديمي مرتبط ب طبعا الفريق الاول بدايه من السيزون ده الاكاديميات زي ما حضرتك قلت بقى هتبقى هي النواه لقطاع الناشئين ومن قطاع الناشئين للفريق الاول هو خلال يعني السنتين اللي فاتت عمل الحمد لله شغل فيها كويس قوي وجود مدير فني اجنبي خالد بيبو خالد كان عامل شغل الناشئين بقى دلوقتي بقى خالد بيبو بيعمل في ثوره بتحصل عندنا في قطاع الناشئين ده حقيقي كابتن محمود خطيب كان مشرف على الكوره مع لجنه التخطيط مع خالد بيبو بيتعمل يعني اولا جه مدير فني اجنبي على بالظبط كده على قدر كبير جدا من الكفاءه والتخصص في قطاع الناشئين يمكن اخر حاجه قاعد مع الخمس مديرين الفنيين اللي هم الكبار اللي في بالظبط عشان يتم تنقيه واختيار العناصر الافضل عنده في قطاع الناشئين فقطاع الناشئين داخل في مرحله برضو اللي هو كنا نتمناه كلنا من زمان ان هو المفروض يكون مفرغه حقيقيه للنادي الاهلي امتى هنشوف المفعول ده يا استاذ ان شاء الله ده بالتدريج ادام بداتي يعني ادام بدانا الكلام ده وده كان يعني برضو يعني بكرر اسم كابتن محمود خطيب بصفته المشرف على الكوره طبعا لان هو اصر من فتره وهو كان بيصر على انه يدور على خبير اجنبي يتولى القصه في القصه دي ان شاء الله هتاخد وقت برضه عشان الناس تعرف ان قطاع الناشئين مش الشغل ان احنا بدانا شغل بشكل احترافي ان السنه الجايه ممكن يبقى عندنا خمسه سته لا الموضوع بياخد وقت شويه بياخد عمليه احترافيه الربط مع الفريق الاول ازاي اللونج تيرم بلان بالنسبه للفريق الاول المرتبط بالناشئين دلوقتي ضموا كمان مجموعات او فرق الناشئين كان عندنا 10 فرق وال10 فرق بكميات كبيره دلوقتي بقى في خمس فرق بس بشكل معين بفكر فني معين فكل دوت ان شاء الله خطوات لتقديم بقى ان شاء الله زي ما قلت الطبيعي واللي احنا بنامل فيه كجماهير النادي الاهلي ان كل سنه يطلع من النادي الاهلي من اتنين لثلاث لعيبه كل سنه من قطاع الناشئين انا بقول ده يبقى انجاز كبير جدا لو كل سنه يطلع ثلاث لعيبه من قطاع الناشئين وده الخطوه اللي ماشي فيها النادي الاهلي وده اللي اتشرح لنا كفيجن للقطاع نفسه يعني ان يطلع عدد ده بالنسبه لمدينه نصر وزي ما حكيت مدينه نصر 53 فدان يعني مساحه احنا رجعنا تاني للانشاءات ايوه رجعنا تاني للانشاءات وعايزه اعرف هدفكم كمان ناحيه التخطيط بقى المستقبلي في موضوع الانشاءات ما بتناول حضرتك فرع يعني كلمني بقى كلمني استاذ طارق عن فرع مدينه نصر انتهينا من مدينه نصر اللي هو في كمان اللي هو اللي جاري حاليا زي ما بقول حضرتك موضوع الاسوار ناحيه شارع النصر بالاضافه الى الجراج اللي هو ده حلم بقى الاهلاويه في مدينه نصر بقى لنا زمن يعني ان الجراج هيبقى مسطح يسع حوالي 650 عربيه يعني حلو ده مظبوط فده جاري الحمد لله انشاؤه بحيث عشان القلق اللي بيحصل في الحته دي من المنظر صح. يعني شخصيه النادي الاهلي باينه هناك في الاسوار وفي البوابه الرئيسيه والمدخل حاجه معبره وحاجه جميله يعني تمام زائد طبعا المنافذ يعني هناك في حوالي 47 منفذ ببراندات بحاجات يعني كم المطاعم الموجوده والحاجات اللي موجوده هناك اللي تم افتتاحها بمناسبه المنافذ دي احنا برضو عاملين لجنه اسمها لجنه المنافذ يعني لجنه المنافذ خالد الدرندلي من مجلس الاداره ومعاه اعضاء من المجلس يعني انا وكم زميل لينا وفيها المدير التنفيذي ومديرين فروع لا اللي على طول باستمرار بتقعد تبص يعني اختيارات المنافذ اللي احنا بنأجر لها جوه النادي اللي هي منافذ المطاعم الستورز فدي بتتولى على طول مراجعه اللي بيحصل واحنا معينين برضو في كل مقر من مقرات سواء المقر او مدينه نصر او الشيخ زايد مدير برضو اللي يشرف حته المنافذ فكره اللامركزيه لو دخلت اليومين دول كمان الحمد لله اللي هي مع المتطلبات الكورونا يعني 50% وصلنا 50% زي توجه الدوله حاليا اللي هي بالنسبه للمنافذ يكون موجود الاجراءات الصحيه الناس دي كلها معمول عليها اجراءات احترازيه الكشف بتاع الكورونا معمول طبعا. كلهم عليهم اللي هم التست كله والمسحات قبل بتقعدي في مطعم مفيش خلاص بقى اللي هي الحاجات خلاص كله كرتون وبلاستيك الالتزام بكل الاجراءات الصحيه تعاقدنا مع شركه قريب نمساويه دي بتراقب نفسها المتطلبات السلامه الصحيه جوه الاعضاء يعني ده شيء جميل وكمان في سنه بقى كان في فتره من الفترات كان في مشروع الاهلي ستورز
اللي هو محلات النادي الاهلي بتبقى في كل مكان، عايزين ده محتاجين ده داخل مع الشركات، يعني كل القصه دي داخله مع كل تحت تحت ملف شركه الاهلي لكره القدم. طب ندخل بقى على شركه الاهلي لكره القدم. ما تحبيش نكمل؟ انا عايزك فعلا والله اللي انا كنت لما ما اقول لك كلمه يعني بنط على حاجه قبل حاجه، بس مش مشكله. حضرتك رجل ارقام وانا عارفه ان دي اجنده المذاكره، دي اجنده اللي فيها كل التفاصيل اللي تهم كل الناس. الأجندة دي فيها أرقام مهمة جدا، وحضرتك يعني رجل اقتصادي بالدرجة الأولى، ممكن هتحدثنا عن الأرقام يعني خير كلام. يعني فرع مدينة نصر بالأرقام، ولا نبدأ بالتتش، نبدأ بالجزيرة؟ ما هو مدينة نصر اللي هو انتهينا منه من حيث الإنشاءات اللي حصل، اللي هو سواء جلوس الأعراض، حمام أمواج، حمامات سباحة، حوالي كم؟ كل الكلام ده تم الانتهاء منه يعني. تمام. مع الشغل اللي حصل في الأكاديمية هناك، واللي جاري تنفيذه اللي هو زي ما بقول حيك الجراج والسور اللي هو قدام شارع النصر. تمام. الجزيرة تم الانتهاء من اللي هي الغرف المتعلقه بغرف خلع ملابس فريق الاول للكوره بالسيستم الجميل جدا اللي حط فيها كل التقنيات الحديثه، الجاكوزي، استشفى، غيره، كل ده متواجد هناك، اتعمل في غرف الملابس بتاعت كره القدم. جاري حاليا الحاجات بقى بتاع الفريق الاول للهاند بول والطايره والالعاب الجماعيه. صاله الامير عبد الله الفيصل انت عارفها ودخلتها كتير، يعني صاله الامير عبد الله الفيصل قعدت 13 سنه تقريبا ما اتعملش فيها اي تجديد، اتعمل تجديد شامل ليها بخلاف تجديد الارضيه، لان كانت اللعيبه بتاع الالعاب الجماعيه كانت بتعاني من الاصابات بتحصل بسبب حصل تجديد شامل للكلام ده، بلس التكييفات نفسها كمان، يعني في حاجات كتيره جدا. والشغال حاليا وانتهينا يعني موضوع الاسوار، وفاضل جاري العمل بقى اللي هي البوابه اللي عند المرسى اللي هي برضه لسه اللي قدام المرسى، حاجه لسه تمثل شخصيه النادي الاهلي، هي نفس السيستم اللي احنا شغالين عليه، قريبه من مدينه نصر يعني حاجه ليها شخصيه النادي الاهلي. اي مكان من غير ما تشوف العنوان يعني من غير اسم النادي، انت معدي من بعيد كده. في ناس معنيين بالرياضه في مصر وبالنادي الاهلي ومتابعين اخباره، بعيدا طبعا عن اعضاء الجمعيه العموميه وبعيدا عن اعضاء النادي، في على مستوى نقاد رياضيين وعلى مستوى الصحفيين اللي نزلوا فعلا ارض الواقع وشافوا ده بعينيهم اللي احنا بنتحدث فيه دلوقتي، عمليه الانشائيه اللي بيقوم بيها النهارده مجلس اداره النادي الاهلي. النقاد الرياضيين في مصر اللي زاروا النادي الاهلي او زاروا الفروع اللي بيتم فيها النهارده الطفره الانشائيه دي، قالوا ايه عنها؟ هنشوف دلوقتي وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم البيت الكبير. أعتقد أن هناك عمل وهناك أجندة بيتم تنفيذها بصورة سريعة رغم الظروف اللي مرت في الفترة السابقة مثلا، لكن مثلا هناك إنجازات تمت في الشيخ زايد، أكثر من صالة، تطوير الملاعب، أيضا في عمل هنا كبير في فرع الجزيرة، هناك أعمال أخرى بتتم في مدينة نصر غير الحلم الكبير اللي هو إنشاء فرع الرابع النادي الأهلي في التجمع الخامس. كل ده بيسير وفق يعني أجندة مرتبة وواضحة هيكون فيها الحساب في نهاية الدورة، يعني هتقدم يكون في كشف حساب على ما تم إنجازه. وما زال أعضاء النادي الأهلي يعني عطشة لكثير من الأعمال، أعتقد أنه في جهد كبير بيتعمل من خلال مجلس الإدارة، من خلال مجموعات العمل بيكلف بيها كابتن وحود الخطيب بأعضاء مجلس الإدارة، كل واحد بيبقى له دور، مجموعات متجانسة ما بين الخبرات وبين الشباب، كل ده بيشكل وبيدي بيقول للنادي الأهلي، الأهلي حاجة كبيرة، الأهلي قيمة. حجم الإنجاز فعلا يتعدى الجيد جدا، يعني لانه لازال هناك وقت، لازال امانيهم ووعودهم لعائله الاهلي طبقا للبرنامج يعني موجوده ومستحقه وتسير بالفعل نحو اكتمال بنسبه يعني تصل للقرب من 100% كل ما وعد به المجلس ان شاء الله. الفروع الثلاثه بحجم انشاءات من وجهة نظري وزي ما بنتابع أنا والزملاء إنها بتقول إنه لا، الأهلي ينتظر استكمال لمستقبل وضع أساسه يعني كل السابقين، وده تميز النادي الأهلي القادم يستكمل مرحلة. أنت بالفعل النهاردة
فرع التجمع هو الفرع الرابع وهو تقريبا النادي شبه الوحيد في العالم اللي بيمتلك منظومة فروع. لا وكمان انت رايح على الأقصر، رايح على جنوب مصر العظيم، رايح بأكاديميات في وجه بحري، رايح بأكاديميات إن شاء الله وما أعلموا أنها قد تعبر كمان قناة السويس إلى سيناء الحبيبة. يعني الأهلي سيكون موجود بالفعل مش بس في وجدان محبيه، لكن هيبقى موجود كمان على خريطة مصر في كل بقاعها. وبالفعل التركيز في السكة دي هو يعني ما يستحقه جمهور النادي الأهلي. كان هناك تركيز على العمل والعمل فقط وإسعاد جماهير النادي الأهلي وأعضائه، فطبعا في إنجازات كثيرة جدا وفي تحدي أكبر. أنت بتتكلم في ثلاث مقرات، الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر، إضافة إلى مقر الرابع تحت التأسيس في التجمع الخامس. ده جهد مش قليل يعني، ده يعني اللي عنده مقر واحد بيلف حوالين نفسه، فما بالكم أربع مقرات في نفس التوقيت. تحديات كبيرة جدا، إنشاءات كبيرة جدا. الشيء المهم في هذه النقطة إن الأهلي ما توقفش، يعني الأهلي ما توقفش، كان دائما في حالة إنجاز في منشآت كتيرة. يعني لو كلمنا عن المنشآت، وإحنا عندنا شقين، منشآت وخدمات الأعضاء، في بطولات. البطولات بسم الله ما شاء الله يعني متعددة ومتنوعة، من كرة قدم لكرة الطاولة لكرة طائرة لكرة يد للسباحة، يعني في كل المجالات. رغم برضو نقول حالة الكورونا اللي كنا فيها ورغم رزالات البعض، إنما طبعا كان مسيرة جيدة جدا على مستوى المنشآت. يعني حدث ولا حرج، يحس بها أعضاء النادي بشكل مباشر سواء في الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد، في طفرة كبيرة جدا في الإنشاءات. شايفين تطوير كبير جدا في الفروع، سواء فرع الجزيرة اللي هو الفرع الأصلي أو مدينة نصر أو الشيخ زايد، في اهتمام كبير وفي مثلا خدمات، وفي نقدر نقول مثلا هنا في الشيخ زايد تم أو سيتم افتتاح قريبا يعني فروع لأكثر من بنك، وأعتقد هناك أيضا مشروع للشهر العقاري. دول يمكن موجودين في فرع الجزيرة وفرع مدينة نصر اللي هم الأقدم. المهم إن ده بيجي وفق استراتيجية عامة، يعني وفقا لاستراتيجية عامة نقدر نقول إنه مجلس الإدارة ماشي بهدوء وبشكل منظم وبيحقق التارجتس اللي كانت محطوطة في إطار برنامج عائلة الأهلي، وده مهم قوي برضو على فكرة. كان البرنامج الأساسي لمجلس أو لقائمة الكابتن محمود الخطيب هو عائلة الأهلي، وأنا يمكن من خلال برضو تعاملي مع الناس واتصالي بيهم أنا حاسس أنه في حالة من الرضا وفي نوع من التلاحم بين أعضاء النادي نفسهم. لو في أي مشكلة بيطرحوها بشكل محترم ومجلس الإدارة بيستمع إليها. ميزة مجلس الإدارة الحالي إنه لا يكابر، يعني لو في مشكلة بيستمع إليها وبيحلها، وده مهم جدا لأنه عمل مجلس الإدارة مش هيتم لوحده، لابد أن يكون هناك تعاون مع الأعضاء. فعلا وليس قولا، حظي عمال وموظفو النادي الأهلي بمكانة غير مسبوقة في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من خلال الامتيازات المالية والإدارية التي نالها الجميع، وكان على رأسها القرار التاريخي الذي أصدره المجلس في 21 من أبريل الماضي. ونص القرار الإنساني الرائع للمجلس على عدم المساس برواتب العاملين والموظفين بالنادي وصرفها كاملة وفي مواعيدها شهرية رغم الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا،
والتي أجبرت العديد من الأندية الرياضية والمؤسسات المحلية والعالمية على تخفيض الرواتب بل وتسريح العاملين، وهي الخطوة التي رفضها مجلس إدارة الأهلي حفاظا على عماله وموظفيه وحرصا على وفائهم بالتزاماتهم المالية وتضامنا معهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كوفيد-19. ولم يتوقف مجلس إدارة الأهلي عند هذا الحد، لكنه اعتمد تطوير وزيادة الهيكل المالي لجميع الدرجات الوظيفية في النادي من خلال إعادة هيكلة 1640 موظفا وعاملا، فضلا عن حركة الترقيات التي شملت 144 موظفا وعاملا، مع العلم أن آخر ترقية للعاملين والموظفين تمت في الأول من يوليو 2017. بالإضافة إلى ذلك، حرص مجلس إدارة الأهلي على الاهتمام بالجانبين الطبي والاجتماعي للعمال والموظفين على النحو الأمثل، واضعا نصب عينيه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بهدف تحقيق أفضل مستوى معيشي لهم ولأسرهم. وكانت الرسالة التاريخية التي وجهها الكابتن محمود الخطيب إلى عمال وموظفي النادي خير دليل وبرهان على اهتمام مجلس إدارة الأهلي بهم فعلا وقولا، عندما خاطبهم قائلا: جميع السادة العاملين، أنتم جزء هام لنجاح النادي الأهلي وتقدمه، ومجلس الإدارة يقدر دائما من يعمل بجد وحب وانتماء للأهلي، مع دعواتنا بالتوفيق والنجاح، ليشد من أزرهم ويدشن نقطة انطلاق جديدة في رحلة تحدي الصعاب بروح الفانيلة الحمراء، من أجل استكمال رحلة العمل والتفاني والحفاظ على مسيرة الأهلي التاريخية الناجحة. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية وأستاذ طارق. طبعا التقرير اللي شفناه ده بيأكد كلام حضرتك، إن مهم جدا إن العامل مهما كان حجم عمله داخل النادي الأهلي أو منظومة النادي الأهلي، إنه لازم يحس إنه جزء من النجاح وجزء من هذا الكيان. طبعا، يعني هو بس مش ظروف كورونا، يعني حتى بعد ظروف الكورونا لو تم تعديل الكوادر الخاصة بالعاملين وتعديل مرتباتهم ولو نملك أفضل نعمله برضو ليهم. وفي نفس الوقت اللي عجبني الحمد لله إن في إطار ماشية فيه الإدارة التنفيذية عندنا في النادي، اللي هو الجمع بين أولا يعني جمع بين الخبرة والشباب، إعداد يعني كوادر. الأعمار السنية بدأ اختيار أقل، يعني بدأ شفنا في التقرير ده وفي نفس الوقت الدمج بين الخبرة والشباب جوه النادي. في نفس الوقت في دورات تدريبية، اجتماعات مستمرة بتعقد بين الإدارة التنفيذية المدير التنفيذي وكل الإدارات، يعني في كم من التواصل اللي بيدي برضو الحمد لله قدرة لمتخذ القرار كمجلس إدارة إنه يعرف معطيات الأمور ماشية إزاي جوه النادي الأهلي. وما زلنا على إصرارنا اللي هو العاملين هو يعني الجزء المهم جدا جدا في منظومة النادي الأهلي. قرار إنساني، قرار إنساني بعدم هو المساس. هو مش إنساني، حقهم ولا حق وإنساني يعني، لأن يعني أنت في ظروف المفروض ما تعمل. المفروض النهاردة لسه حتى كنا بنتكلم في الانترو عن إحدى الأندية اللي كانت بتستقطع أو بتاخد رأي النهاردة اللعيبة في أنها تستقطع 5% أو 10% من اللعيبة، من مرتبات يعني اللعيبة. هو دون المساس أنت النهاردة دون المساس النهاردة في بعض الأماكن حطوا صناديق على باب أنديتهم، يعني دي حقيقة، دي حقيقة. والله يكون في عونهم في ظروفهم، يعني ان هو الدعم للعاملين والمنافذ الموجودة والعاملين جوه النادي. طبعا الحمد لله، عشان كده بقول لحضرتك احنا احساسنا وشخصيتنا كنادي الاهلي ولا قرار انساني، ده حق من حقوقه يعني العاملين، ولا حتى تم تأجيل في النادي الاهلي، ولا حتى تم ترحيلها او تأجيلها نظرا للظروف اللي كل العالم بيمر فيها. برضه مصممه الاجنده، عشان نروح لحاجات تانية. الاجنده بالارض كنا واقفين على الانشاءات، كنا بنتكلم عن الانشاءات نكملها برضه وازاي. طبعا احنا بنتكلم الانشاءات، حضرتك كنا وصلنا للمدينه نصر، مدينه نصر والجزيره اتكلمنا عليه، الجزيره اتكلمنا ان هو الجاري حاليا تم انشاء حاجه كتير، موضوع غرف الكوره وصاله الامير عبد الله الفيصل، وفي حاجات برضو كان تم الانتهاء فيها، الاسوار نفسها
إحلال وتجديد التكييفات للصالة المغطاة، تجديد، ودي كان يعني كنا بنعاني طبعا لأن كان فيها حاجات كتير أو محتاجة تجديدات، صالة الجمباز جوه النادي، تجديد غرف ملابس الناشئين والفرق الرياضية، كل الكلام ده حصل وجاري حاليا تنفيذ البوابة الفرعية لناحية المرسى، بالإضافة لإنشاء غرف ملابس اللي هي غرف تغيير الملابس لفرق الدرجة الأولى اللي هي السلة والطايرة واليد. عندنا الشيخ زايد بالمرة بقى. أيوة. طبعا. الشيخ زايد 127 فدان. أنا دايما بقول حتى المساحة ليه قيمة، بس مش القيمة المعنوية الجامدة أو للنادي الأهلي، طبعا دي قيمة لا تساوي مليارات يعني. إن اللي بيجي يشترك في عضوات النادي الأهلي نفسه شوف كم الفروع اللي موجودة والمساحات الموجودة كبيرة جدا بتغطي احتياجات الأعضاء. جاري تنفيذ مجمع ملعب الاسكواش وصالة جمباز وصالة كاراتيه ومبنى اجتماعي، وفي كمان المفروض ملعب عدد 2 ملعب كرة قدم بنجيل صناعي اللي انتهينا منه، في مقر البنوك، ودي حاجة جميلة جدا الحمد لله، وبتدر هتدر دخل النادي هايل يعني، وخدمات مش مجرد بنك واحد، ده 3 بنوك يعني. قطعنا شوط كبير قوي الحمد لله في القصه كان دي لسه جمال جوه النادي بيتكلم. يوم الاربعاء ان شاء الله الجاي في الافتتاح بتاع مجمع البنوك ده بالنسبه للشيخ زايد. زي ما قلت لحضراتكم بالنسبه للقاهره الجديده اللي هي حوالي 50 فدان تم الانتهاء بنسبه 80% من البنيه التحتيه، وجاري العمل ان شاء الله في الايه طفره انشائيه تاثيرها يعود على النشاط الرياضي في مصر اكيد، نشاط اجتماعي او نشاط أكيد. رياضي والنشاط الرياضي طبعا في الاول في الاخر. عايز اتكلم عن السؤال اللي حضرتك ما جاوبتش عليه لحد دلوقتي. حضرتك سافرت مع بعثات كتيره قوي للنادي الاهلي في افريقيا بالذات، والهلال وسان داونز يمكن برضو يعني في حاجات كتيره قوي يمكن حصلت او في مواقف يعني خلينا نقول حصلت فيها بالذات في السفريتين دول على مستوى شعبيه النادي الاهلي في القاره الافريقيه. ده انا عايزه اعرفه يعني الشعبيه اللي كنت بكلمك عنها، شعبيه النادي الاهلي. بس حضرتك اسم النادي الاهلي وقيمته يعني بره مصر وجوه افريقيا معروف غير طبيعي يعني كم الاحتفاء، وطبعا بيبقى بينجلال فريق منافس بيبقى الجمهور اللي هناك طبيعي عايز ان هو يكسب، بيبقى فيه كم شحن. بمناسبة السفريتين كنا في ماتش الهلال، كان كابتن محمود الخطيب رئيس الباسة كنت موجود معهم. أولا اللي شفنا قبل ما سافر السودان كان في كم شحن غير طبيعي في السودان على الماتش بتاع الهلال، يعني حاجة كانت خدت خلاص بعد سياسي كمان. الحمد لله أما سافرنا مجرد ما وصلنا وجود كابتن محمود بشعبيته الطاغية هناك يعني فرقت كتير جدا، يعني كم الاحتفاء والتكريمات اللي حصلت من لاعيبه السودان القدام وناس رموز جوه السودان بالكابتن محمود في وجوده وبالبعثه كان غير طبيعي يعني. لغايه ما وصلنا الماتش طبعا الجمهور كان غير طبيعي مال الاستاد، حماس يعني تعدى الحماس يعني على لعبنا في السودان كتير حماس كان الجو والحمد لله يعني ربنا ستر، وحتى النتيجه الحمد لله النتيجه المرضيه بالنسبه لينا. حصل بعد الماتش كان في موقف حتى خلاص الماتش انتهى بكل معطياته بقى الحماس الجمهور اللي كان غير طبيعي تعرف عليه لا كان تعدى شويه كمان. يعني كابتن محمود بالاتفاق مع السفاره مع الناس المسؤولين على الامن هناك في السودان ان احنا اصر نستنى لغايه ما جمهور الاهلي نطمن عليه، فطلب منهم تجميعهم قدامنا يعني قدام المقصوره المدرج اللي هو قدام المقصورة تحت المقصورة على طول اتجمعوا تنهوا يعني كابتن محمود واقف واقفين لغاية ما يخرج الجمهور ونطمن عليه. ما خرجتوش غير لما طمنت على جماهيرنا انها في امان. والاعقب الكلام ده كمان الحمد لله حاجه جميله جدا حفظها العلاقات، هو ده برضو النادي الاهلي. ان احنا لما رجعنا مصر ما اشتكيناش لنادي الهلال على عكس ما كان يعني ممكن بعض الانديه تعملها ده يحصل شكوى، لم يحدث هذا. كل الكلام ده بيبقى ليه تاثير على العلاقات غير طبيعي يعني. اكيد جنوب افريقيا افتكر المنظر يعني مشهد كان اوف سان داونز اللي هي بقى حته النادي الاهلي فعلا. احنا دايما لو حد فينا مسافر مع الفرقه اللي موجود في مصر من المجلس من الزملاء اللي بيكلموا ويطمن او نبارك لبعض بعد الماتش اما ربنا يوفقنا، فلقيت العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بيكلمني في اول ما الماتش خلص يعني
فبقول له الحمد لله. قال لي الحق بس بسرعه، ده في مشجع رجله اتكسرت ووصف لي المدرج مشجع لينا للنادي الاهلي. فطبعا عايز اكلم حد في الملعب يلحقه من هناك، لان كنت شايف كابتن سيد الحفيظ في الملعب يعني. فنزلت شويه لغايه ما وصلت اندى على كابتن سيد يعني. جمال النادي الاهلي الحمد لله، وده الطبيعي برضو ظهر بقى في الموقف ده، المنظر ده كان صدع محفوظ. راح للمشجع شاله ودخل بيه، انا بلغت انه في مشجع موجود في المدرج الفلاني رجله كسر، شاله في الملعب ودخل بيه لغرفه اللعيبه، والدكتور خالد محمود كشف عليه جبسه حبيبي. يعني النادي الاهلي شخصيته الحمد لله يعني بيدان. ما هو دايما بنقول النادي الاهلي مختلف، ودايما الاختلاف دوت، وبحرجع تاني التحديات الكتير لانك مختلف والنادي الاهلي في حته تانية خالص. والامثله اللي حضرتك بتقولها ان عضو مجلس اداره ورئيس النادي بيبقى يفضل في الاستاد لو في اجواء شغب شويه ويطمن على جماهيره انها تخرج الاول، ده شيء يحسب، وده النادي الاهلي يعني. ما بقولش يحسب للكابتن الخطيب، لان الكابتن الخطيب جزء من كيان النادي الاهلي بالزبط. فدي السياسه الطويله اللي ماشيين عليها يعني. نتكلم حضرتك في جزء عن النشاط الرياضي والالعاب الاخرى. احنا دايما بنقول هي كره القدم هي التورتايه بتاعت النادي الاهلي، لكن كمان احنا هنا في البيت الكبير كان عندنا بطولات كتير، بطوله الطايره وبطوله السله، كانوا موجودين معانا رجال وسيدات. فكلمنا برضو عن النشاط الرياضي ورؤيتك او رؤيه مجلس الاداره للنشاط الرياضي في النادي الاهلي الفتره اللي جايه. تمام. طبعا اختلفت القصص في النادي الاهلي وفي مصر كلها من حيث المصاريف والانفاق على النشاط الرياضي زي ما كنا بنتكلم، لان عقود اختلفت سواء لاعبين او اجهزه فنيه او خلافه يعني. فبقى القصه بقت فيها كم مصروفات وانفاق جامد، وفي نفس الوقت النادي الاهلي عندك حاجتين، انت متعود دايما تبقى بطل في كل الالعاب يعني. شخصيه النادي الاهلي من الـ يعني الطفل اللي موجود في النادي هو متشبع بكده ان انا لازم ابقى الاول يعني. فملف النشاط الرياضي عندنا في العاب فرديه الحمد لله حصل فيها حاجات ممتازه جدا يعني. في سواء جمباز سواء سكواش في قاعده بتتعمل جديده جدا جوه، من سواء في الناشئين او كبار، وان انت من جوه النادي تعتمد على تغيير السياسه اللي هي ابناء الاعضاء، وما خدش مميز الا ما خدش من بره الا المميزين بس. فدي بتغير خالص من القوام الموجود في مستقبل الاهلي كمان. الجمباز معمول فيها شغل وميداليات غير طبيعي يعني، ممكن حضرتك يعني طبعا يعني الناس تسمع تسمع الارقام وتعرف كمان على مستوى الالعاب الفرديه والجماعيه. يعني هيك في الفرديه وفي جماعيه وفي حاجات فيها طبعا محتاجه ان احنا نزود فيها شغل اكتر يعني. طيب اتفضل. في العاب القوه تقريبا شبه سيطره كامله عليها النادي الاهلي. حلو قوي. الميداليات بطوله القاهره، الدرع، الكاس، خلافه. السباحه بطوله منطقه القاهره والجمهوريه والدرع العام للسباحه، سيدات ورجال، كل ده النادي الاهلي هو مكتسب. الحمد لله مستحوذ على كل البطولات دي. تنس الطاوله سيطره على كل البطولات سيدات ورجال. التنس الموسم المنتهي فوزنا الحمد لله بدوري السيدات، وما ننساش الانجاز اللي عملت له بنت النادي ميار شريف طبعا يعني. هي خسرت في الاخر من مصنفه رقم 4 في العالم يعني. طبيعي. فانجاز طبعا بيحسب لها يعني. السكواش زي ما قلت لحضرتك وكده، ان احنا غيرنا الاستراتيجيه بتاعت اللعبه نفسها. كره المايه لوتر بولو، السنين اللي قبل كده كان في انديه معينه بس هي اللي بتنافس، انت كنت بره القصص دي يعني. كان هليوبلس الجزيره ده في الوتر بولو. بالظبط كده. الحمد لله دلوقتي انت مهيمن تقريبا شيء مهيمن على كل البطولات الموجوده بتاعتها. مؤخرا كسبنا الكاس والدوري حاليا بيستكمل يعني، وبننافس على البطوله مع الجزيره. ده وتر لغايه دلوقتي ده بالظبط كده الوتر بولو. بالاضافه للتفوق اللي حاصل فيها في قطاع الناشئين في النادي يعني. الطايره انت محقق العلامه الكامله رجال وسيدات الحمد لله يعني. رجال كسبوا البطوله العربيه والدوري والكاس والدرع العام للرجال. صحيح. السيدات الدوري والكاس والدرع العام.
الفوز بقى بالدرع العام ده بيطمنك على مستقبل اللعبه، لانه في الالعاب الجماعيه الدرع العام مرتبط بالناشئين بالظبط كده، اللي هو بتجمع نتائج من تحت 10 سنين لغايه 18 سنة. المجموعه بتجدد ده بيطمنك على المستقبل اللعبه نفسها. مستقبل دعمنا مش هتسيبوا اي بطولات لاي حد تاني والناس كده بقى يعني دعمنا دعمنا باجهزه فنيه فيها اسماء على فكره ذات قيمه، وخصوصا حتى في قطاع الناشئين، يعني قطاع الناشئين جايبين اسماء كبيره قوي في اللعبات عشان تبني قاعده كويسه للنادي يعني. على فكره بالنسبه للطايره للسيدات الطايره، المجلس الاعلى للرياضه في افريقيا اختار احسن فريق جماعي في افريقيا هو فريق سيدات النادي الاهلي. فعلا اللي كان مشرفنا هنا بالظبط. اكيد حلقه جميله نشوفها. الله يخليك. ده بخلاف طبعا انجازه في الموسم الماضي ان هو حصل على بطوله افريقيا. الفريق ده للمره 24 على التوالي بياخد بطوله الدوري، لدرجه ان يعني من خلال النشاط الرياضي حاليا في النادي بيجمعوا المستندات عشان يدخلوه موسوعه جينز للمره 24 24 على التوالي، انه 24 مره ياخد تمام متواليه يعني. السله انت كسبت الدرع العام رجال وسيدات، وده برضه بيطمنك على المستقبل على المستقبل وعلى الناشئين وعلى الالعاب الاخرى كمان. انت مش عمومي سيدات السله حققنا دوري المرتبط والسوبر وافريقيا خدنا برونزيه، ودي الاول مره في تاريخنا كسيدات اول ميداليه افريقيه سيدات سيدات. كرة السلة رجال واخد مرتبط في المرتبط الثالث وكاس مصر الثاني والسوبر الثاني، طبعا لينا كلنا تحفظات طبعا على الكلام ده يعني. هو هي نتائج غير مرضية، بس بالنسبة للسنتين اللي فاتوا هو في تطور، لكن انت متعود كنادي اهلي انك تبقى الاول صحيح. يعني لو قارنتها بالسنتين اللي فاتوا بقى في تقدم ملحوظ في ايه بعد التدعيمات اللي حصلت بصفقات كبيرة، وبعد ما انتهيت الموسم ده برضو عملنا صفقات. كان الفترات اللي فاتت كان في انديه كتير يعني بخلافنا بتتنافس، يعني ما كنتش احنا انت وصلت السنه دي وانت بتنافس على يعني احنا كنا بعيد عن المنافسه يعني، وبعدين احنا والاتحاد بالظبط يعني قبل كده ما كانش فيه ده حقيقي. فده لا ينفي طبعا ان لا الكلام ده مش مرضي لينا، والمفترض ان شاء الله ان القصه بس دخلت تتحسن عن كده بكتير، لكن كنادي اهلي لا ما بيريحناش يعني. انت دايما تلعب على ان شاء الله يعني بالتدعيمات القائمه حاليا بكده ان شاء الله هنوصل. طب بمناسبه السرد اللي حضرتك دلوقتي يعني سردته ده، احنا بنتكلم عن فكره يعني حصاد النشاط الرياضي، حصاد النشاط الرياضي في النادي الأهلي مهمة جدا على مدار الفترة اللي فاتت، يمكن حققنا على مستوى ألعاب كتيرة جدا طفرة صحيح يعني مش نتائج مرضية بالنسبة للنادي الأهلي زي ما أستاذ طارق قال، ولكن أنت يعني خلاص دخلت الطريق عشان ما نظلمش الباقيين في لعبات حصل فيها طفرات طبعا يا بعض الالعاب الصغيره لسه زي ما قلت، بس هطلق برضو الهاند بول يعني كره اليد في النادي عند قطاع الناشئين نتائج مرضيه، كسبنا الدرع العام مقارنه بالسنين اللي فاتت برضو يعني، انما الفريق الاولاني لا، واتغير الجهاز الفني وبيحصل تدعيم للفريق ورجعنا فيه كابتن طارق محروس، وده واخد على يعني برونزيه العالم مع منتخب مصر يعني في شغل محترفين يعني في حاجات محتاجه ان انت وده مهم تعمل فيها تطوير عشان ما تتكلمش نقول ست القاب لا، وبعدين الهاند بول انت لسه في الملعب يعني ظروف الكورونا على فكره الموسم بتاع الهاند بول لظروف الكورونا الموسم الجديد ابتدى والقديم فاضل فيه ماتشين، فاحنا بدانا مش عيب حتى لما يكون في دفوف متبقي في لعبه معينه يوم 11 هتلعب الماتشين الباقيين، لو كسبتهم هتلعب مع الزمالك ماتش فاصل. حصاد النشاط الرياضي في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كان عامل ازاي بالارقام في التقرير ده في البيت الكبير. كعادته ظهر النادي الأهلي عملاقا في الفترة الماضية على صعيد كافة الألعاب والرياضات وليس كرة القدم فقط،
وأثبت أبناء النادي المخلصون أن القلعة الحمراء هي مهد الألقاب والبطولات في مصر في ظل سياسة حكيمة لمجلس إدارة النادي واهتمام بتطوير المنظومة الرياضية للمارد الأحمر بشكل عام، اهتمام يؤكد على ريادة الأهلي كناد وطني بطل في كل الألعاب وفي مقدمتها كرة القدم. ومنذ تولي مجلس محمود الخطيب إدارة النادي الأهلي وهو يولي ملف النشاط الرياضي اهتماما كبيرا، وهو ما بدأ النادي في حصد ثماره في الفترة الماضية بحصد الكثير من البطولات والألقاب في العديد من الألعاب الجماعية والفردية، ويكفي أنه في الشهر الماضي نجح في حصد 6 ألقاب جماعية في نحو أسبوع واحد فقط. توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي ببطولة دوري السوبر بعد التغلب على سبورتينج بنتيجة 75-72 في المباراة الفاصلة بين الفريقين، وظهرت نجمات الأهلي متألقات ولفتن الأنظار بأدائهن الرائع ورغبتهن الملحة في حصد اللقب. كما حققت سيدات الطائرة بالأهلي لقب الدوري بقيادة مديرهم الفني الرائع حمدي الصافي بالفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في الجولة 18 من عمر المسابقة، لتكون البطولة رقم 17 لحمدي الصافي مع الفريق بعدما حقق الدوري 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة إفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات. وعادت سيدات الطائرة ليتوجن بكأس مصر على حساب الصيد، وقدم فريق سيدات الأهلي مستوى متميزا على مدار البطولة، ونجحنا في فرض السيطرة على كل المنافسين إلى أن توجنا بالكأس. وأخيرا واصل رجال الأهلي في الكرة الطائرة إنجازاتهم في الموسم الجاري بالتتويج ببطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش، محققين البطولة 3 لهم هذا الموسم بعد الفوز بالدوري والبطولة العربية، ومحققين البطولة 5 للمارد الأحمر في غضون أسبوع بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة 42 في تاريخه. وضرب الأهلي وأبطاله أروع الأمثلة في كل هذه البطولات من خلال إعلاء اسم النادي وقيمه ومبادئه والتمسك بالروح الرياضية واحترام المنافس، وهي القيم والمبادئ التي اشتهر بها النادي على مدار تاريخه الطويل. الأهلي دائما عظيم، ودائما يحلق نسره في سماء البطولات ويحصد المجد والألقاب، رافعا رأس عشاق القلعة الحمراء في ظل رجال مخلصين يديرون الأمور داخل إدارة النادي بما يحافظ على مكانته دائما كهرم المنظومة الرياضية في مصر وإفريقيا والعالم العربي. حصاد كبير جدا على المستوى الرياضي للنادي الأهلي في كل اللعبات، وبتكلم مع الأستاذ طارق كمان وبنقول من الوارد جدا أن في بعض الألعاب وبعض النشاطات الرياضية ما بيكونش فيها نجاحات، لكن الأهم أن ده متشاف، والأهم أن في دعم وتدعيم كويس جدا لهذه الفرق. اتكلمت على كرة اليد على مستوى الناشئين كويس قوي، لكن محتاجين دعم عشان نكون نوصل لمرتبة أفضل. فالرؤية كمان لازم الناس تعرف ان الرؤية ما بتبقاش بس للبطل او للناس اللي ماشية كويس، ده انت كمان الدعم والسبورت لازم كمان يكون للناس اللي بتحاول توصل للبطولة، لان دي يعني هو ده النادي الاهلي انه دايما بيلعب على بطولة يعني. وحاجة الالعاب الجماعية مش بتلقى بس الدعم المادي اللي كنت بتكلم عليه، انا كنت بتكلم على ان الدعم طبعا المادي اختلف خالص بارقام، الارقام بقت كبيرة جدا، ارقام مختلفة عن زمان خالص يعني. الدعم المعنوي نفسه يعني احيان كتير بتلاقي كابتن محمود الخطيب موجود في المباراه قبل ماتش معاهم في المعسكر او بيحضر مباراه يعني في الالعاب الجماعيه يعني. فالدعم والزملاء في مجلس الاداره بيحضروا يعني، بكلم من راس رئيس النادي اهتمامه نفسه. شفنا لما شرفونا فريق الطايره والسله وقد ايه اهتمامه انه يكون نازل في اول المباراه لازم يحضرها واخر الماتش كمان، والتعامل مع الفريق اخر ماتش يعني لسه بيضرب مثلا في البطولة. كان فريق الزمالك بيلعبنا وراح سلم عليهم ودعمهم جدا، الزمالك بكابتن محمود الخطيب يعني دي حقيقة. يعني شفنا الصورة دي شفناها بتفرق ان الكابتن محمود الخطيب كأسطورة لاعب كرة قدم
نكون متواجد على منظومة النادي الأهلي الإدارية. بتحس ده لما الكابتن محمود الخطيب بيسافر أفريقيا وبيطلع بيعمل الفارق دوت يعني يعني اه طبعا فرق كبير بتحس جدا. بتحس انت بالفرق. انا عاصرتها زي ما بقول لحضرتك يعني في سفريات الماتشين اللي فاتوا يعني جمهور ملتهب وحاله شحن غير طبيعيه. الطفل فايلر في مره استغرب لما من اول ما نزل من الطياره وفايلر مره ده جنوب افريقيا واحنا خارجين من المطار فبيجروا يتصوروا مع كابتن خطيب ففايلر قال لي ايفن هير ديب يعني طبعا فالحمد لله طبعا يعني كلنا ما بننكرش يعني رموز النادي الاهلي بعيدا انه رئيس النادي الاهلي رمز من رموز النادي الاهلي جزء كبير جدا قلناها من زمان يعني جزء من شعبيه النادي الاهلي كان وجود كابتن محمود الخطيب وهو بيلعب يعني اكيد مفيش شك. عدم حضور الجماهير للمباريات افتكر انه يعني مش بيفقد من قوه النادي الاهلي ولكن بيؤثر لانه دايما او متعودين انه حضور الجماهير للملعب وتشجيعهم لناديهم ده بيؤثر جدا او عامل اساسي او داعم جدا للفرقه. بتشوف التاثير ده ازاي عدم حضور الجماهير للمباريات؟ طبعا زي ما بقول لحضرتك هو جزء الكبير من منظومه النادي الاهلي اللي هي نظرتنا ليها هو الجمهور يعني الجمهور يعني رقم واحد طبعا يعني واللي احنا بنشوفه في الشارع الحمد لله من اللي هي بعيدا بقى زي ما حضرتك بتقول ان في ساعات في سوشيال ميديا مواجهه لا انزلي الشارع شوفي كم الدعم الحقيقي بقى الحمد لله بفضل ربنا عشان حاسين بالتحديات اللي احنا قابلناها يعني في نفس الوقت احنا حريصين طبعا نفسنا كلنا يعني نفسنا لصالح البلد ولصالح المنظومه الرياضيه ولصالح كل حاجه من الجماهير وصالح السياحه كل حاجه لصالح كل حاجه ان الحياه تعود طبيعيه في مدرجات كره القدم يعني وندعو كل الجماهير انها تكون ملتزمه وانها تكون منضبطه واللي 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 لكن طبعا كجمهور النادي الاهلي كلنا وحشنا جمهور النادي الاهلي يعني جمهور النادي الاهلي ده عنصر رئيسي في المنظومه يعني عنصر رئيسي في المنظومه وزي ما بتقول حضرتك انه اعتقد كان هيبقى كمان كان هيبقى الحائط الصد الاول في حملات التشكيك السوشيال ميديا وحملات يعني التحديات الكتيره اللي مر بيها النادي الاهلي اعتقد لو كان جماهير النادي الاهلي في الملعب في اوقات معينه حضرتك فاهم طبعا اوقات معينه كانت امتى كان هيبقى هو ده الرد يعني هو ده الرد وهيبقى الموجه زي ما بيقولوا كده الموجه بتموت على طول لا بس رد اللي هو واحنا بندعو جماهير زي ما كده بتدعيم ما في شك انما الحمد لله مبادئ النادي الاهلي انما طبعا احنا من انت بنقول لا انا لا بوضح اكتر طبعا انا عارف كويس قوي مقصد انت عارف ان انا متربي في النادي طبعا 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 مبادئ النادي الاهلي طبعا بتدعيم انما الحمد لله طول الفترات اللي فاتت كلنا بمنأى خالص مطلقا عن اي حاجات رذاذ بنعتبرها كانك ماشي في الشارع وميه مجاري يعني بس ولا اي حاجه يعني انما هل معناها بنفرط حقوق النادي الاهلي؟ لا ما دي الشعر اللي عايز اسال حضرتك اطلاقا ما حصلش كم كل بالظبط كل الاجراءات الشرعيه والقانونيه وكل الكلام ده حصل من قبل مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب بس انما احنا الناس بنحافظ على البلد طبعا بنحافظ جامد جدا بالعكس دايما بنناشد اي الجمهور بتاعنا دايما انه يكون على اللي هو احنا دايما شايفينه كده على قدر النادي الاهلي بالعكس احنا نفسنا المزبط اقول لحضرتك حاجه كابتن محمود خطيب في الجلسه الاخيره فكرنا بحاجه انا كنت حاضرها في جنوب افريقيا خلص ماتش سان داونز والاهلي واحنا اللي تاهلنا شفت منظر بديع كان كابتن محمود لسه بيحكيه وانا كنت شاهد على المنظر ده موسيماني خد لعيبه سان داونز وجريوا على جمهور بتاعهم وفوجئنا لقينا الملعب تحول لحفله راقصه تشجيع ورقص رقص جوه الملعب ما تقولش دي ناس خارج ده هي دي الرياضه هي. هو الرياضه غضب الرياضه حنق الرياضه تجاوز مش هي دي اطلاقا الرياضه بتهذب النفوس الرياضه بتعلي من شانك الرياضه بتخلي العلاقات بين الدول زي ما كنت بتكلم على رئيس جنوب افريقيا
صحيح. الرياضة بتعلي اسم البلد بطريقة جامدة جدا، استغلها تسويقيا وسياحة والدنيا تمشي. جات لكم مقترحات كثيرة قوي في موضوع جنوب أفريقيا ده، وإزاي نستغل العلاقات دي، وإزاي نستغل الجمهور اللي فتح السوق ده، فتح سوق كبير جدا. البعد موجود أصلا، جاي لكم مقترحات كثيرة جدا يعني. والبعد موجود يعني. والموقع الإلكتروني أفتكر هيسهل بقى الناطق باللغة الإنجليزية خاصة والفرنسية، عشان هم طبعا التواصل هيفتح مع كل هيفتح مجال بشكل كبير في التواصل، في عملية التواصل. افتكر اللجان العليا في النادي الاهلي، وده يمكن اخر تقرير معانا النهارده في البيت الكبير، كنا لازم نسلط الضوء عليه هنا في البرنامج، علشان برضو يعني تعرفوا حضراتكم اكتر عن اللجان العليا دي وايه اللي هي بتقدمه. نشوف التقرير ده ونرجع مره تانية اخر فصل في البيت الكبير. اتفضل. انطلاقاً من دورها المجتمعي في خدمة أعضاء الأهلي، نجحت اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي في تحقيق طفرة نوعية وإنجاز العديد من الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة، وشملت تنظيم العديد من الفعاليات الخدمية والاجتماعية والثقافية والترويحية لعضو الجمعية العمومية في مختلف الفروع. والمعروف أن اللجنة العليا تنبثق منها العديد من اللجان المتنوعة، وتم تشكيلها بما يتناسب مع الأهداف والتوجهات التي وضعها مجلس الإدارة نصب عينيه لخدمة أعضاء النادي، وقامت بالعديد من الإنجازات المهمة التي لمسها عضو الجمعية العمومية. كان في مقدمتها تنظيم لقاءات تبادلية مع رواد الأندية الأخرى، ومعرض سنوي للمشغولات اليدوية، وحفل عيد الأم لتكريم جميع الأمهات، بالإضافة إلى تنظيم إفطار شهري على مستوى الفروع الثلاثة بصفة دورية، وتنظيم مهرجان وماراثون للدراجات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، إلى جانب تنظيم يوم ترفيهي للأطفال في فروع النادي المختلفة. وامتدت جهود اللجان داخل الأهلي بتنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات السرطان والأطفال، ومهرجان رياضي للأعضاء، بالإضافة إلى إفطار يومي للرواد خلال شهر رمضان، إلى جانب دورها في وضع استراتيجية لتفعيل دور النادي تجاه المجتمع. اللجنة العليا للجان وضعت نصب عينيها شعار عائلة الأهلي، وهو المحرك الأساسي لكافة المشروعات الخدمية والمجتمعية التي تضع عضو النادي في المقدمة، بهدف توفير كافة الأنشطة والخدمات التي تلبي احتياجاته على كافة الأصعدة، إلى جانب تكريس روح الأهلي التي تعكس مدى الترابط الاجتماعي بين أعضاء النادي في جميع الفروع. وخلال جائحة كورونا والأزمة التي تسببت فيها، واصلت اللجنة العليا للجان عملها ولم تتوقف عن تحركاتها في خدمة عضو الجمعية العمومية، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة التي تساعد الأعضاء على البقاء في منازلهم بهدف الحفاظ على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا. وقامت اللجنة بتعظيم الدور المجتمعي للنادي الأهلي من منطلق حرص مجلس الإدارة على استمرار التواصل مع الأعضاء فيما بينهم رغم الظروف التي مرت بها البلاد في هذا التوقيت العصيب، حيث طرحت اللجنة حينذاك مبادرة استهدفت إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من أعضاء النادي وبمشاركة جميع اللجان للخروج من تلك المحنة من خلال الهاشتاج الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك التوقيت، وهو يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة. يعني بصراحة الواحد كل يوم بيفتخر انه ضمن منظومة كبيرة جدا وضمن كيان كبير اسمه النادي الاهلي حقيقي. استاذ طارق اللي بنشوفه واللجنة العليا بفروعها، اللجان المختلفة اللي بتأدي نشاطاتها مختلفة، وكل ده تحت شعار عائلة الاهلي.
اتكلمنا برضو سريعا عن اللجنة العليا ودورها اكتر ايه، وزي ما بقول لك الواحد لما بيشوف الكلام ده بيحس بالفخر انه حقيقي موجود ضمن عائلة النادي الاهلي. ده من ضمن الحاجات اللي احنا كنا مركزين عليها من اول ما جينا المجلس. في اللجنة العليا كان عمل شغل محترم قوي فيها الاستاذ محمد يوسف، وتولاها من بعده الاستاذ وليد مبروك. وليد مبروك متولي ده مولود في النادي يعني انت عارف يعني من زمان الراجل العظيم العميد مبروك متولي. تم استحداث مجموعه من اللجان على راسها اللي هي اللجنه العليا، في بقى لجان الشباب والاحتياجات الخاصه والطفل والمراه، في مجموعه لجان كتير. اللجان دي لجان خدميه دورها بيساعد الاداره التنفيذيه ومجلس الاداره في حاجات كتيره قوي جوه النادي. في نفس الوقت في دور محوري ليها ان بتتعد كوادر تنفع النادي في المستقبل، يعني بيطلع منها كوادر اللي هو بتخليه بيتعود ازاي على العمل التطوعي. في كوادر غير طبيعيه من ابناء النادي شغاله في اللجان دي، يعني يدهشك ان فتره الكورونا كانوا شغالين بطريقه اونلاين من جوه، يمكن عملوا اكتر من 20 فعاليه وندوات ومسابقات اللي هو بالشعار اللي انتوا لسه كان في التقرير دلوقتي في طولهم الازمه. اللجان عامله شغل كويس جدا، شغل محترم جوه النادي. انشطه ترفيهيه بيعملوها زي ما بقول لحضرتك، برضو وقت الكورونا طلع منهم نشاط جميل في انا بدو حتى الاهلاويه يتابعوهم من خلال في سايت الاهلي كوميونيتي بالظبط كده. فعليه متابعه، ده برضو بيعمل على فكره بالزبط. توسيع عمليه التواصل بالظبط، توسيع عمليه التواصل وهم عاملين شغل جوه النادي هايل جدا. احنا بنحييهم يعني احنا بنحييهم حاجه شباب جميل ومحترم وشباب وشابات طبعا يعني او شابات وشابات كلهم عندهم نشاط وكلهم عندهم روح الفانيلا عايزين يخدموا النادي يعني من غير اي مقابل بالظبط. احنا بنحييهم من هنا في البيت الكبير طبعا، وبنحييك حضرتك كمان استاذ طارق لانه حقيقي حديثك لا يمل. احنا استمتعنا بيه لانه كان بيشمل محاور كتيره جدا، يمكن يعني غطينا معظمها الى حد ما. بنشكرك جدا وشرفتنا في البيت الكبير، توعدنا بلقاء تاني بقى عشان باقي الملفات يعني بين المأمول والمنتظر ان شاء الله. انا كان ليا الشرف والحضور معاكم. شكرا. وبشكركم وبشكر القائمين على القناة. لا احنا بنشكرك جماهير النادي الاهلي اللي بتتفرج علينا او الاعضاء اللي سهرنا. لا طبعا بنشكرك، نورت بيتك يعني، ده تشرفنا في اي وقت. ده البيت الكبير اللي بيضم اي عائله او اي فرد من عائله النادي الاهلي، واكيد حضرتك واحد منهم. بنشكرك شكرا جزيلا، بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على كل ما قدمه، وإن شاء الله منتظرين كمان الـ الأجمل والأفضل بإذن الله الفترة اللي جاية إن شاء الله. شكرا. دي كانت طبعا نهاية حلقتنا النهاردة من البيت الكبير، بكرة إن شاء الله في ميعادنا من 10 لـ1 ويوم جديد من أيام البيت الكبير. تصبحوا على خير.